السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم عليكم السلام. السلام ورحمة الله. نايم نايم حياك انا ابو عمر. الله ينعم عليك. حي الصوت. الله يبقيك. حياك أبو عيسى، كيف حالك؟ بالله الله كيف؟ يبقيك ابو عدنان، حياك الله. اهلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. الساعة 8 الآن، باقي الشباب ما حضروا. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. شفت الجزء الأول من النقاش؟ مين قرأ المسودة؟ أنا أرسلتها لكذا واحد من المحبين والشباب اللي في الطيران الحر كمان. من هنا من اللي موجودين قرأ المسودة؟ لسه. طيب أنا بعطيكم كذا بريف عن لين يجوا الشباب، هم عندهم خبر خلاص أكيد. بس هذا ما شاء الله شرف أخونا العود المايسترو القلم. أبو خالد، السلام عليكم. السلام سلام عليكم، ورحمة الله. حياك، كيف حالك؟ كيف الحال؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. يا الله يسلمك. شو أخبارك أنت؟ كل عام وأنتم يسلم بخير. وانت بخير، الله يحفظكم ان شاء الله. أي والله، الله يجعله دايم عليكم. امين ان شاء الله. امين امين اللهم بأمان. آمين. الأفراح جميعا. امين ان شاء الله. أبو خالد، ما فاكر الزوم الأول؟ ما شاء الله 3 ساعات. إيه، لا هاي المرة إن شاء الله، بس يعني لو نحدد وقت أحسن. ايوه، عشان برضو ما نبغى يكون فنبدأ خلاص على طول. ايش رايك بدون وين مقدمات؟ أبو الوليد؟ وين ابو الوليد المفروض يجي، انا كلمته هو ارسل لي برضو انه بيجي ان شاء الله. بس خلينا نشوف كذا، شيك في الوات. السلام عليكم، يعطيكم الصحة والعافية. مرحبا أبو سجاد، حي الله أبو سجاد، حياك الله يا حبيبنا. أبو خالد الظاهر، ما أدري، أنا بعثت الحقيقة، ما أقدر أطلع من الزوم. إذا طلعت من الزوم بعدين. اوكي. أنا أتذكر في الجزء الأول يا أبو خالد، أنت كانت ملاحظتك في المقدمة إنه موضوع حالات الفقدان 30 هذه ما تذكر عشان نحفز فيها القارئ ايوه إنه يكمل. كمان أضفت لنا المقدمة، أضفت مقدمة في المقدمة. المقدمة هذه البسيطة طبعا ما صختها مظبوط، بس انه قاعد اشير فيها انه ليش سميت الكتاب 101، عشان يعرف القارئ انه ترى هذه المحتوى اللي هنا ما هو الا جزء من المفروض فيه سلسلة او شيء عشان تستوعب كامل الطيران الحر. ايه فلسه ما اوكي بس صختها هذه. ايه اوكي بس صيغة ان شاء الله كلها، ان شاء الله مع كمان ملاحظات اليوم تبعك وتبع أبو وليد، والتعريف برضه تبع الطيران. ايه طبعا برضه كتبت عنه كذا، بس شيء ما أعرف إنه الطير يكون الطيران حر بالكامل، للطير نفسه يطير طيران بكامل إرادته ويحدد نقطة الانطلاقة مثلا والمسار والوقت هو بكيفه ويرجع يعني.
حتى رجعته ونقطة العودة تكون بكامل حريته. احنا المربي ما يقرر ايش فين حيكون الطيران ووجهته. صحيح صح. وكمان هنا موضوع جزئية الصفحة 5 اللي هو الببغاء المتمكن دون تمرد على المربي. الجزئية هذه اللي نوهت فيها انه انه هل فعلا اذا كان أيوة متمكن دائما الفرق ما بين الببغاء المتمكن والببغاء غير المتمكن. الببغاء المتمكن من الطيران هو ببغاء يمارس الطيران ويستخدم كامل قدراته خلال وبكل أريحية دون التمرد على المربي. مزبوط. كنا احنا مختلفين على يعني بس نعدل هذا التمرد على المربي. طب أنا أضفت كلمة غالبا أو التمرد على المربي، هذه ممكن أغيرها بحيث أنه ما يكون المفروض كذا المفهوم. أيوة تمرد أو أيوه يوحى للقائم. برضو هذه نوتد من النقاط اللي حطيت عليها كذا نجمة عشان لأنا أشوف الطير المتمكن هو اللي لأن أصلاً الطير المتمكن عنده نوع من عدم الانصياع. يعني اللي هو عدم يعني إنه خلاص هو في كامل وش اسمه شخصيته وهذا الأمور. صحيح. فهمت عليك. ايوه فهمت المفهوم اللي تشير اليه. كمان احنا في صفحة 6 هنا ابو الوليد في صفحة 6 اشار الى موضوع المبالغة والاشحاف. هذا بريف كذا بس عن الجزء الاول عشان نكمل. برضو شوف انا كتبت هنا ملاحظة لاني انا فاكر انه كتبت انه لا ممكن كان الرد في الصفحة رقم 8 السطرين الأخيرة هنا، وهذا لا يعني أن الببغاء الرمادي الإفريقي لا يمكنه الطيران قطعيا، ولكن قد يتعثر مربو الببغاء الرمادي الإفريقي إذا ما اتبعوا نفس الأسلوب في تدريب المكة. وعلى سبيل المثال أتوقع هذه الجملة كافية أنه والله لا ما نعني أنه الببغاء. شو المشكلة أبو عمر؟ ان القارئ مو بعارف شو اللي جاي. فهو المعلومه اللي بيتلقاها في بدايه يعني المعلومه المسبقه هي اللي بتترسخ، ومو بعارف شو اللي انت بتكتبه او شو اللي جاينا بعد 3 صفحات. فالافضل انك انت تقدم المتاخر يعني اللي هناك تيبه هني واللي هني تودي هناك اذا تبغي تسوي كذي، او انك تحط اي ممكن فهمت عليك. لان الحين هني كاتب ان وجدنا ببغاء المكة متربع على عرش هذه الهواية نظرا لقدراته العالية في الطيران وامكانياته الجسمانية وتفوق سلوكياته مما يجعل المفضل لدى هواة الطيران وخيار مثالي للمقدمين على مزاولة هذه الهواية، وعلى النقيض يأتي الخيار الأسوأ. هو كان عندك الخيار الأسوأ. أيوة هنا بالضبط أنا كتبت هنا أشوف يعني بدل الأسوأ استعدت بالأصعب أو الخيار الأبعد. يعني أبو خالد أنا هنا بتكلم عن جزئية الطيران الحر، غير جزئية الطيران الحر ما بتكلم. يعني مثلا في جزئية الرعاية في المنزل حيكون البكاء وبالعكس حيكون له متطلبات أكثر من الببغاء الصغير اللي أصغر منه هو هذا الكاسكو. فأنا هنا ما بأشير إنه والله لا حيكون فيه شيء في جزء الرعاية في المكاو، لا. وهذا من الأسباب اللي تخليني أنا شخصيا أبو عمر ما أقتني المكاو، إنه الآن حاليا ما أقدر أرعى، ما يمديني على جزئية الرعاية في المنزل، ولكن في الطيران أوكي. فهنا يجي موضوع الخيار المثالي واللي فعلا زي ما أشرتهم عليه. هني بعمر شو أنت
لا تنسى ان في ناس محبين اللي هو للكاسبول هذا، فما يستوي يقول ان هذا مثلا أسوأ، فصعب. ما لا خل انت الافضل ان ما تدخل بس انا لازم يا ابو خالد لازم اشير الى انه والله في صعوبه في تدريب هذا النوع من انواع الببغاء. ساعات بعمر ساعات بتحصل المكاوي، بتحصل حتى لو كان صغير عقله مقفل، صعب. اي صحيح، خيار موجود هنا يعني انا بقول لك، انا مره اخذت سكارلت عمره شهرين، مزبوط، زين شهرين مخه قفل. فمعنى شوفها، احنا نشوف شهرين، هذا ما بس 6 شهور، شهرين قفل مزبوط. هذا شو، انا ما كملت معاه، قلت هذا اذا تم معي بيلعوزني، فرديت على صاحبه. فنفس المساله ان هني بتحصل ايضا في المكاو نفس القصه. فلذلك يعني ان خاصه إن نسمي طير على طير، ما ادري بيدخلك ما في اي، فعلا هو ما في مقارنه. انا ما كنت حاب انه يفهم القارئ انه في مقارنه بين الطيور، لا انا ابغى يفهم انه في مقارنه بين تدريب الطيور وبين فهم الطيور بين سلوكيات الطيور. يعني لازم انت تعد نفسك عشان تختار النوع المثالي بالنسبه لك. لهذا السبب بقول لك انت هني مثلا في هني في صفحه 6 انت في نوع يعني عزوف عن الافريقي. في صفحه اخرى في صفحه من صفحه رقم 7 انت مدحت الافريقي، يعني كيف ان هني خليته خيار أسوأ، وهني خليته انه يعني للمحترفين. ففي القارئ بيكون عنده نوع من تعال الحين هذا زين ولا ما بزين. بالضبط، فهمت. اوكي، فبيقول انا ابغى اكون محترف، خلاص باخذ هذا حتى لو كان أسوأ. فشوي هني يعني يبالغ. في صفحه رقم 6 انت كاتب ان الخيار الأسوأ في الطيران، وفي 7 للهواة الاكثر خبره البغبغاء الرمادي. فهني بيسوي لك نوع من اللبس فعلا في هذا. طيب هذا بالنسبة، فأنا استبعدت هذا الجدول طبعا، استبعدته. إيه هو هذا، هي هذا اتفقنا بعد يا وليد، أنا بيدخلك هذا في إشكاليات الحين. إيه وفهمت عليكم، وصلت هذه الفكرة حقته. وهذه السطرين اللي قلنا ممكن تترحل للصفحة رقم 5، أيوه، اللي هي تبع انه الببغاء الرمادي يمكنه الطيران وكذا. بعد كذا ابو وليد حقيقه تكلم في مواضيع، بس انا فاكر النقاش، وطبعا النقاش محفوظ في قناتي في اليوتيوب، هو المفروض ينزل في حسابات الانستغرام، بس لانه طويل هي مقطعين، كل مقطع فوق الساعه، فصعب ننزله في الانستغرام، فهو مرفوع في اليوتيوب برضو. حننزل يعني الروابط نشوفها بعدين وحنراجعها. أبو خالد أنا أتذكر أنك قلت وصلت لصفحة رقم 10 من بعد الساعة. الصفحة رقم 10 بسم الله. لا وين، خلينا نشوف الشباب أول، نشوف أبو الوليد. أبو الوليد ما أدري وصل، أبو الوليد إلا والله وصل. لا ما بقى رقم 10، رقم 7 وصل. أنت 7؟ إيه أشوفها حتى أنا. أنا تعرف شو مسوي هني؟ فما أدري، كان شوف شو مكتوب، وصلنا هنا. يلا وصلنا هنا، يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميعاً. كل خير. قاعد أسمع للنقاش، بس أنا قايل لك عندي مشكلة تقنية، توني الحمد لله خلصت وأمورنا تمام، لكن في تعقيب بسيط على الكلام اللي من شوي. بالنسبة للكياسكو والمكاو ما يصلح وكذا، مو الفكرة هنا
أنا فكرتي شيء، إذا صرت خصصت مثلا في الكتاب كلام عن نوع معين بالطيران، في مدح في كذا، لا بد يكون في تجارب كاملة على نفس النوع، عرفت؟ زي مثلا المكاو جربت على طير، الطير الثاني مو نفس مثل ما قال أبو خالد، في طير غبي وفي طير يجي معك يمشي معك في التدريب زي الحلاوة، فهمت؟ بالنسبة للكاسكو نفس الشيء، لكن الكاسكو ما عليه أي تقريبا، أو التجارب في الكاسكو نادرة أو مقطوعة لمدة سنة 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 ونص مدة التدريب، ثم تنقطع التدريب هنا، فما في نظرة كافية عن الكاسكو وأي طير ثاني. فلو خليتها مثلا أو خليت شرح الكتاب يتكلم عن الهدد بمعناها العام بدون تخصيص نوع معين إلا في فقرات معينة، هو مخصص لا هو مخصص بولي إذا كان بس إذا كان الجزئية هذيك كنت قاعد أتكلم وأخذت على سبيل المثال يعني كذا. فاهم عليك يا أخوك. إذا كانت شو اسمه أقصد التخصيص، لما تقول الطير هذا مثلا الفلاني ينفع مثلا لل شو اسمه، أو في تجارب عليه كثير ينفع للأعمار اللي كذا، للبداية لما أدري إيش كذا، أي نوع معين تحطه في القائمة هذه يقصي الباقي اللي ما عليهم تجارب، فهمت؟ الكاسكو لو بشتغل الكاسكو، لو في يعني مجموعة تشتغل على الكاسكو لفترات معينة أو متواصلة لحد الآن، بتشوف تقريبا شيء تقدر تتكلم عنه تقول أن الطير هذا مزاجه كذا وكذا وكذا وكذا، فالتجارب اللي موجودة عن الكاسكو تعتبر ناقصة أو محدودة، ما يبنى عليها فكرة معينة تطرح في الكتاب، فهمت؟ أغلب الحد اللي عندنا الحد الأعلى في الكاسكو في تدريبه في الهدد سنة وسبع شهور، سنة ثمانية شهور، سنتين كحد أقصى، ثم يوقف الطير لأي سبب كان، ضاع، دخل إنتاج، طاح ريش، صار أي مشكلة، توقف الطير عند سنة وسبع شهور. هذا المتعرب عليه عندنا هنا في الخليج، ما أدري عاد إذا في تجارب برا ما متابع، فهمت؟ ما في شيء أقدر أبني على أقول الطير هذا شو اسمه ينفع لهذا، أو أقدر أحط في مقياس معين ينفع لهذا أو ما ينفع لهذا، فهمت؟ سواء للمحترفين للمبتدئين، التدريب الهدد واحد، إذا بدأت بالهدد الأساس في هذا كله الاستمرار. لا في المحتوى الخارجي يا أبو وليد، أنا شفت الكاسكو في المحتوى الأجنبي حاضر في الطيران الحر، يطير في وسط المدن، أيوة، وفي أجواء يعني وظروف قاسية، يعني تشوفها كده تقول أوه كيف كاسكو هنا يطير، ويطير وسط مدينة وفي ظروف مغيمة وكذا ومطر وجنان موجودة عندنا، حتى جربناها. إيه أنا أقول لك أنا جربناها، بس السر هنا وين فيه؟ في الاستمرارية، من اللي يستمر؟ من اللي عنده الوقت الكافي إنه يستمر ويطور الطير هذا إنه يهدى في أي مكان؟ إحنا هدينا كاسكو تقريبا بالليل أو على مغربيات قبل المغرب في مكان فيه ناس زحمة أمه، عرفت؟ وداخل المدن داخل كل شيء، وشفته كان مستوى عندنا ممتاز، لكن الاستمرارية غير موجودة. فترة انقطاع أي طير بتنقطع ست شهور أربع شهور ثلاث شهور، ثم بترجع الطير يبدأ يخربط معك، فهمت؟ العمل اللي احنا نعمل فيه بالنسبة للهد يبغى له استمرارية، فترات الانقطاع تأثر على الطير، بعد فترة الانقطاع انت عارف لازم ترجع تهيئ الطير من جديد نفسيا كأنك تهد الطير من جديد، بعدين تبدأ معه ألين تعرف مزاج، ألين يبدأ ينسجم على المكان، ثم تبدأ تطير ويمشي معك مضبوط، صح ولا لا؟ إذا ما انتبهت للحاجات هذه أو صارت عندك فترات انقطاع، عرفت، وما عندك استراتيجية أنك كأنك تبدأ من جديد وعلى أساس أن الطير هذا هدد قبل خلاص بطلع بأي مكان وأي وقت وانقطع أي فترة وأرجع أهد عادي، هنا تكون الإشكالية، وغالباً أسباب الضياع تكون مشاكل الانقطاع. مشكلة الانقطاع من الأسئلة المتكررة أني وصل لها إن شاء الله بعدين كذا في الأخير أتذكر أني كتبت عنها. تمام، فأنا أقول لك أنا بمختصر الكلام أنه التجارب على الببغاء الأفريقي عندنا هنا محدودة جدا، ودخول في المقارنة هنا شو اسمه يصير في سبب إجحاف لباقي الأنواع سواء كاسكو أو غيره من الأنواع. أنا هذا صعب، هذا ما يصلح للهدد، هذا إذا طيرت غدار، طير غدار أو المصطلحات اللي تسمعها بالعادة سببها
انقطاعات او ما في فتره تجربه كافيه تبين مستوى الطيور هذا او عدد من التجارب. مفهوم ايه معلوم معلوم ابو نبي ابو وليد صحيح. هو ما في هو اللي مخلي الناس انها تبعد عن الكاسكو شويه انه ما في ناس قدرت تواصل مع الكاسكو سنوات فتره متواصله لاسباب عديده يعني. طيب تفضلوا مين كيف نبدا كيف نبدا ابو خالد ولا ابو وليد فين اينما انتهيتم؟ عند ابو خالد شوف عد النقاط اللي دي. أنا اليوم تقريبا مستمع ما في ذاك التحذير عشان كذا ما أبغى أدخل في الكلام كثير. النقطة اللي عندي عليها ملاحظات أو تعقيب راح أعلق أو أعقب منكم إن شاء الله. خلنا نشوف شباب حد عنده شيء. يا شباب السلام عليكم مرحبا بكم جميعا. قبل كل شيء أعطيكم ألف عافية الحضور. أحد قرأ المسودة؟ أحد عنده مثلا تعقيب شيء غير أبو خالد وأبو وليد هنا معانا؟ لا تفضل أبو خالد. في صفحة رقم 7 في بس في بس العنوان هذا بعد الجدول اللي هو مال بعض الأمثلة عن الأنواع المرخصة خصائص وفيما أيوة. يلي بعض الخصائص عن الطيور التي يهتم لها المربي عند اختياره البغبغاء المناسب. زين هني الحين ابو عمر في عنوانين في كأنك انت تعطي معلومه شو الناس تهتم وفي نفس الوقت كتب البغبغاء المناسب وانت الكتاب عن الطيران. لما تجي تقرا السرد الموجود يعني الحجم الالوان والشرح ماله هي كانها معلومات ان انت كانك تقول ان الناس او الهواة يتوجهون للطيور بسبب مثلا كذا وكذا 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 كمعلومات. انا اقصد ايه فهمت اما اذا تبغي تقصد ان لا انت اذا تبغي تجي تختار طير للطيران الافضل انه يكون مثلا بهذه المواصفات. فانا الحين ما بعرف هني انت شو اللي تبغي توصل لي. انا اللي ابغى انا الكتاب هذا بالكامل يتكلم عن الطيران يعني. فمثلا اذا كان هذا موضوع انه هذه العباره اللي هو عند اختياره الببغاء المناسب ممكن نضيف هنا للطيران او لهوايه الطيران. زين هل خلينا اذا بقينا وقرينا المعلومات اللي موجوده مثلا مكتوب الحجم كلما كان حجم البغبغاء اكبر كلما كان امتع في المشاهده واسهل في المتابعه. الحجم الصغير اسرع واكثر مرونه في الانكسارات والالتفافات اثناء الطيران الا انه اكثر عرضه للفقدان لصعوبة تتبعها ولأنها أكثر عرضة لهجوم الطيور الأخرى الجارحة. زين بالنسبة الحين أنت هني أعطيتني كمعلومة. زين هني أوكي من ناحية التتبع صح أنك أنت الطير الصغير إذا بعد عنك مسافة ما بتقدر تلاحظه مثل الطير الكبير هذا صح. أنا معك في الالتفافات يعني الانكسارات اوكي هذا اسرع هذا يبين الاكبر طير الاكبر يكون يعني الانكسارات تكون واضحه هني لان ضرب الجناح او كذا تكون اسرع فبالتالي يكون ما تلاحظ ولكن لانه اكثر عرضه للفقدان الفقدان موجود هني وهني. اي بالضبط يعني انت الحين كتبت ان الطير الصغير اكثر الا يعني احنا كنا نتكلم هني عن الطير الصغير الطير الحجم الصغير أسرع وأكثر مرونة في الانكسارات والالتفافات أثناء الطيران إلا أنه أكثر عرضة للفقدان. هني نوع الفقدان هل الفقدان لعدم التمكن ولا عدم الفقدان لشو؟ لا لصعوبة التتبع يا أبو خالد يعني شوف لو نعيد قراءة الجملة
أثناء الطيران، إلا أنه أكثر عرضة للفقدان لصعوبة تتبعها أو بسبب صعوبة تتبعها. ولأنها في الأصل في الطيران إنه يطير ويرد. نعم. يعني بيطير الطير وبيرجع، فبالتالي أنا ما بحتاج أو إني أتتبع. أتبع. هل أنت تقصد إن صعوبة الاستدلال على مكانه؟ إيه مزبوط. يعني التتبع، التتبع إيش هو يا أبو؟ التتبع فرق والاستدلال فرق. ما فهمت عليك أنا. أيوه هنسين. أتبع إني أنا أتبع هذا. شوف شوف الريشة. الريشة تتبع مسار الطير، وين مسار أنت عينك كذي. أما الاستدلال أنت الطير راح ما تدري وين، ما تتبعت أنت، ما تتبعت مساره، ولكن وانت جالس تدور استدلت على مكانه. طيب ممتاز. هني أنت شو تقصد؟ لا أقصد التتبع، ما أقصد الاستدلال. تقصد التتبع. التتبع نفس التتبع، الاستدلال. إذن على شل مسألة أكثر عرضة للفقدان. هو بس يعني إيش أقول لك؟ خلينا نقول مثلاً أنا ليش أصلاً ذاكر هذه الصفات كلها اللي هو الحجم، الألوان، قوة الارتباط، المدري ويش هذه؟ هذه على أساس إنه يعني يكون القارئ يعرف إنه والله الحجم من أحد الصفات اللي والله يدقق فيها عشان يختار طير لممارسة الطيران الحر. اختار طير كبير حيكون عنده كذا كذا كذا، اختار طير صغير حيكون كذا كذا، متوسط الحجم حيكون كذا كذا فقط يعني. فما يعني ما أدري إيش أوصل لك إياه، بس إنه الفقدان هنا إنه مثلا زي كذا ما اتبعته، لكن مثلا شفت آخر نقطة وصل لها الببغاء المكة وفوق البرج، أنت شفته فوق البرج آخر مرة، لكن إذا طير صغير أنت ما تدري فين، أنت التتبع عندك صعب، بالتالي حيكون الاستدلال أصعب من لما يكون مع شيء أنت قادر على التتبع. فاهم؟ يعني إذا ما حصل الفقدان في طير كبير يكون الاستدلال له أسهل من الطير الصغير. يعني هذا في تصوري، يعني هذا المفهوم اللي أنا حاب أني أوصله للقارئ من هنا. طيب أبو عمر، نقطة بسيطة بس بالنقطة الكلام هذا. الطير الصغير أوكي مسافة معينة أو بيكون غير ملاحظ بالعين، حتى بالتصوير ما راح يطلع بالشكل المطلوب، لكن برضو المكاو الطير الكبير بشكل عام، كل ما كبر الطير كل ما زادت المسافات الكبيرة، زادت المسافة مزبوط، وهذه زي ما تقول تربط الثنتين، هذه بتلك تربط الثنتين. يعني أنت إذا جينا هنا في بداية الكلام، كل ما كان حجم الببغاء أكبر كل ما كان أمتع في المشاهدة، هنا مضبوط وأسهل في المتابعة، الحجم الصغير أسرع إلا أنه أكثر عرضة. هنا في تفرقة بين هذا وهذا، عرفت؟ أكثر عرضة بذا برضه المكاو، المسافات البعيدة لا تقدر تلحقه حتى بالريشة، يطلع عن المدى إذا كانت مركب ريشة وكذا حق التتبع، فهي نفس الشيء كل ما بعد الطير. شوف أنت حاجة. إحنا هنا في الكتاب هذا لما أقول مثلا زي هنا، شوف مستوى التشتت، مستوى التشتت لما نقول مستوى التشتت مو يعني انه والله مستوى التشتت ما هو موجود الا في الكاسكو، لا، موجود في الكاسكو، والحذر موجود في المكة وفي الكونيور وفي السنغالي، الحذر موجود صفة غريزية موجودة في كل انواع الببغاوات بمختلف انواعها وتصنيفاتها، لكن تختلف درجة الحذر هذا ودرجة التشتت بين كل تصنيف وتصنيف. فهنا برضو على نفس القياس، هنا برضو في نفس الموضوع، يعني لما أقول والله أنا هذا لما يكون في فقدان، لا ما أقصد إنه ما في فقدان في المكاو، لا، إلا يكون في فقدان وأنت ما تبعت. أنا ما أقصد حتى برضو المكاو بالكلام وكذا، بالنسبة للحجم يعني بشكل عام، الحجم احنا قاعدين نتكلم أيوة عن الحجم عشان يعني انه اذا كان على النقطه الاولى عشان تكون موزونه الجمله، زد فيها ايش اسمه الببغاءات الاحجام الكبيره
تاخذ مسافات ابعد في الطيران الخارجي. وهذا هذا في نمط يعني في نمط الطيران. ايوه فنفس الشيء يعني نمط الطيران ايوه موجود. نعم فهمت عليك. زين الحين خلينا ننتقل للالوان. انت كتبت الحجم بعدين جينا على الالوان. الالوان جمال المشهد في ابداع الخالق في تناسق الالوان وتعددها، فكلما كانت الالوان اكثر وابهى زاد المشهد جمالا. اذا الطير ارتفع بعيد ما تشوف الالوان. صح. زين انت الحين حطيت لي الالوان هني كجمال. يعني انا استمتع في الجمال ولا شو بيخدمني انا في الطيران هاي الالوان؟ يعني كأنا استمتع كأنا كمربي، انا قاعد اتكلم عن جمال المشهد كمربي كمشاهد كحاضر في نفس التجمع هذا. لما نشوف ما شاء الله تبارك الله البلو اند جولد واشوف الجرين وينج جايين عليه كذا، فما شاء الله هذه الريشه الحمراء وهذه الريشه الذهبيه، فهذا اللي اقصد يعني الجمال. في ناس اوه ما شاء الله انا افضل هذا المشهد على مشهد مشهد الببغاء الرمادي اللي هو يجيك لونه اصفر كذا، على قولهم هنا عندنا يسموه الدارج يجي زي كذا. فهو اعلان الوان هي نقطه ما لها علاقه في الطيران لكنها تخدم العنوان الاساسي اللي اندرج تحت النقاط عشان انا 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 ابغى اختار الحاجه اللي يهتم فيها المربي. انا كمربي انا بطير طير مثلا تهمني صفات زي كذا، اللون الحاجه الكلام الحاجات هذه يعني كلها. شوف انا او تدخل او اضافات تدخل للطيران الخارجي. اقول لك سر جود سر. أنا إن شاء الله المكاو اللي حاقتنيه لازم يكون فيه لونه أزرق، أي شمال. نوع يكون لونه في ريشه لون أزرق. إيش معنى؟ عشان أسميه بلوغم. إذا طلع الاسم عن هذا المكان، شوف أنتوا هنا دحين 14 واحد. إذا طلع السر من هنا يا ويلك. خلاص الله يبارك لك إن شاء الله تهنى فيه. الله يا رب قريب. فهو برضو كمان يعني هذه من الأسباب اللي تخلي الواحد والله أنا عشان الاسم أختار نوع المكاو هذا زي كده بلوغم اللبان الزرق أو العلكة الزرق. فنرجع أيوه نرجع هذه نقطة الألوان يا أبو خالد. زين أوكي هاي نقطة الألوان. زين أوكي يعني كرغبتك أنت ماشي، ولكن إذا بندخل في العلم لا لها 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 مشارب أخرى يعني. تمام زي إيش يعني أبو خالد؟ أنا أقول مثلا إذا أنت مثلا أنت الحين الطير سنغالي في لون أخضر، وانت طبيعة البيئة عندك كلها شجر غابات شجر أخضر، وين بتستدل فيه أكثر الأزرق ولا الأخضر؟ الأزرق. عرفت قال فهني أيضا يدخل فيه ممكن. إيه فعلا ممكن هذه تضاف، ممكن هذه تضاف هنا. زين الحين قوة الارتباط أنت كيف صنفتني؟ يعني من ضمن الصفات اللي المربين يختارون فيه الطيور الحجم الألوان قوة الارتباط. زين هني قوة الارتباط نحن نتكلم أنت قوة الارتباط أنت دخلت في السلوك. أيوة بالضبط. تمام فأنت يعني كيف أنا أعرف شو الطير اللي عنده قوة الارتباط؟ هذا أكثر من هذا وأكثر من هذا وأكثر من هذا. هل الكاسكو أكثر ولا المكاو أكثر ولا الكونيور أكثر ولا السنغالي أكثر ولا الكوكاسو؟ ما راح يلقى هنا إجابة. عليش حطيت 101. هذه مقدمة، هذه مقدمة لازم يعرف الهاوي. لا أنا شوف كلام بعمر يعني مختصر مفيد يعني بالنسبة للسلوك الاجتماعي. يعني حاجة مهمة أنا أقصد إنه المربي أو الهاوي اللي دحين تبي تقدم على الطيران الحر، ترى في نقطة لازم تكون منتبه لها، إنه في شيء بعض الطيور
ما تحب الـ 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 ما تحب الـ الـ الجماعات ما تحب، وبعض الطيور لا تحب أية منها وأية مدري مين، مو في هذا الكتاب. كتاب ثاني يمكن تلقاه عند أبو خالد، كتاب أبو خالد إن شاء الله لما يطلع. زين ماله سؤال أبو عمر، أنت أنا بقتني هذا على أساس إن إذا مسكت هذا يعني على الأقل يعني إذا مو في 100% قول 90-80% إني أنا أقدر أقدم على الطيران. فأنت الحين حطيت لي هنا قوة الارتباط، قوة الارتباط كل بني آدم عند شو ما كان، هذا شو ما كان طائر حيوان شو ما كان يحب ان هذا شيء يرتبط فيه. زين فانت يا سيدي تقول يا حين قوه الارتباط. زين انا حديث، انا ما اعرف، انا جديد، كيف الحين كيف انا قال لي قوه من ضمن الصفات اللي مطلوبه قوه الارتباط، انا كيف منو الحين منو يرتبط بسرعه مع مربي؟ انت كذي دخلتني انا في أسئلة، أسئلة أسأل منه؟ تسألها ناس. أنا أقول لك أبو خالد، أنا عشان كذا أقول لك بس بوضح لك النقاط بكمل لك. عشان كذا سألتك أنت هني كمعلومات، هذه يعني هاي النقاط هل هي كمعلومات تعطيها بس معلومات عامة، ولا أن تبغي هاي المعلومات اللي هني تخدم القارئ أو المقتني أن كأنه الروت هو الطريق اللي يوديه؟ فأنت الحين هني بعض الطيور اجتماعية تعيش في أسراب تكافلية، وبعضها يفضل صديقا واحدا. هم في الطبيعة كلهم يعيشون في أسراب، مو بشرط، بس لا أنا معظم الطيور بالوليد كلهم بتشوفهم في أسراب، أو إذا ما بتحصل طير واحد لازم حد معه، أما أزواج أو أسراب. لكن في بعض، أنا أقول لك عفوا أبو خالد، عفوا ولا أقطع واردك، بالنسبة للجملة هذه ما أتوقع أنها للعموم، لكن للمطلع، للمطلع اللي عنده دراية، للمطلع اللي عنده دراية في الفصائل وسلوك الفصائل، عرفت؟ إيه؟ وهي نقطة مهمة لي أنا كمقبل على هذا، سواء كنت مبتدئ يفضل يكون تكون عندي المعلومة هذه أو أطلع عليها كأطلاع عشان راح تفيدني مستقبلا في أنا أبني على الجملة هذه. أنا عندي سؤال، لأن في أنواع، أنت الحين تقول لي ما في أنواع تعيش بالحالة، لا في أنواع، مثل زي مثلا عندك يسمونها في طيور تتقابل بس وقت التزاوج وتنفصل، زين، وفي طيور لا تلقى الزوج هذا مثلا مدى الحياة، في طيور تكون اجتماعية تمشي بأسراب، تجتمع في أماكن لكن بأسراب وكذا. لا بس زي كمان زي أبو خالد السنغالي يؤثر في التربية ويؤثر في نظام التربية أكيد. شو تقول أبو عمر؟ بارد على السنغالي، يعني مع اطلاعي عن السنغالي في الطبيعة أبو خالد ما يعيش في أسراب كبيرة. السرب يعني طيور كثير، صح؟ في أسراب، في سرب. هل هذا يعيش منفرد روحه في الغابة روحه؟ لا، ممكن هو السنغالي وجد إنه هو زوج واحد فقط. ترى أنا شو أقول لك، معظم الطيور اللي خلقها إنه يكون في بون، ما تكون روحه، ما في فرد، مستحيل 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 ما في فرد. يجيبوا أزواج لف الدنيا كلها، يعني خذوا مني هذا وخلقنا من كل شيء زوجين اثنين، هذا متفقين عليه. زين الحين احنا الجيل السؤال الحين هني عندنا احنا في بعض الطيور الاجتماعيه تعيش في اسراب تكافليه وبعضها يفضل صديقا واحدا. زين الحين احنا هنا ليش نسال، ليش النقطه هاي؟ انا الحين منو، كيف انا اعرف منو الاجتماعي منو اللي يفضل صديق؟ هنا 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 البوينت، هنا البوينت، هنا شوف انا بوضح لك شغله بقى. هنا يعني مبدا انا، انت لا تخليني انا احل لغز، انا بروحي متعطش اني ابغي اقرا، انا ابغي ادخل في عالم الطيران. انا احمد ربك يا ايها القارئ انه ما سميت لك الكتاب الحريه جريمه. انا فعلا يا ابو خالد، انا الهدف الرئيسي من قراءه هذا الكتاب للقارئ
انه ما يخرج للطيران كيفما اتفق، عشان الروح اللي في يده هذه ما تزهق كذا على الفاضي. فيعني هذه من الاشياء اللي ابغى بس انه يحط باله عليها، انه انتبه فين حيلاقي، حيلقى زي كذا ابو خالد هنا، شوف حيلقى مثلا معليش حيلقى هنا كذا باركود مكتوب عليه ساب المايسترو، ما شاء الله تبارك الله خبير في الطيران الحر، وهنا البركود. هو يخش على المايسترو ويشوف المايسترو ويتعلم من المايسترو زيادة عن المكاو، يتعلم من أبو وليد زيادة عن الأمازون، يتعلم من عون حبيبنا زيادة عن الميليتري زي كذا. هذا 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 من اللي موجود في الكتاب، هذا اللي بأقصده كمان يا أبو. أنا ما أقدر أكتب كل شيء في الكتاب ولا حيصير مجلد كذا. أيوة صح، معك حق في بعض اللي تقوله، معك حق فيه، لازم نسرد ونقول زي كذا، بس ما في مساحة ترى. هذا اللي يقصد، إنه عشان القارئ كمان برضو يتعطش، إنه والله فين، طيب تعال خلصت الكتاب خلينا نشوف إيش في البركودات هذه. أبو خالد نروح نسأل أبو خالد. زي مالك تشغلنا كذا. ايوه بشغلكم مجلس. زي مالك بننتقل للنقطه اللي قبل شوي تكلمتوا فيها، من ضمن النقاط ايضا الحجم والالوان وقوه الارتباط، مستوى التشتت. الحين في الكلمات مصطلحات، في انتم تستخدمون كلمه المشتتات وفي التشتت، صح؟ انتم تسمون المشتتات برا في الطيران مشتتات بيوت وهني التشتت، مستوى التشتت. الحين انا شو افهم هني؟ هني مستوى التشتت، بعض الطيور فضوليه جريئه مثل المكاو كنيور واللوري، وبعضها اقل جراه واكثر حذرا مثل البغبار الرمادي والسنغالي والدره والكوكاتو. هل هذيل ما عندهم فضول؟ عندهم فضول بس عندهم حذر زايد. يعني أنا إذا خرجت كونيور وسنغالي كلهم في نفس مستويات الطيران، خرجتهم لموقع جديد وحطيتهم كذا برا القفص، الكونيور حيتأقلم على المكان ويرجع يبدأ يحك ريشه قبل السنغالي. السنغالي شو معنى التشتت؟ إنه ما يكون، إنه ما يكون، إنه يكون تركيزه انتباهه مشتت، ما هو مركز مع المربي، مع حياته، مع غريزته الطبيعية، ما هو مركز مع سلوكياته الطبيعية اللي بيسويه. لا مشتت هو عنه. هو اللي يسوي سلوكياته الطبيعية. أيوه فاهم اللي عليك. اللي سلوكياته هو يسوي ما بسلوكياته الطبيعية. أنا فاهم عليك. بالنسبة لك أنت تشتت، بالنسبة له هو ما بتشتت. عشان كذا أنا قلت شو معنى التشتت؟ أنا بالنسبة لي كمربي، أنا الطير يكون مركز وعلى أكمل تركيزه لما يكون في بيئته اللي مرتاح فيها. أنا شلته من سحبته من البيئة اللي هو مرتاح فيها، فإذا هو الآن بيتشتت ذهنيا، أنا فين، إيش هذا الجديد، إيش الأشياء دي، يبدأ يركز في التعرف على الأشياء الثانية هذه الآن، يبدأ خلاص يطمئن فينتهي التركيز على التعرف في الأشياء هذه ويرجع لحياته وسلوكه الطبيعي. هذا هو مفهوم التشتت اللي أفهمه أنا. يعني المقصود فيه بالنهاية أنت الحذر والخوف، مستوى الحذر والخوف عند الطير الفلاني. هل الكلام صحيح؟ الحذر يعني أوكي سؤال، هل الحذر يخلي الطير يتشتت؟ نعم، إذا كان خايف من شغلة معينة خلاص بيكون تركيز على الشغلة هذه، بيكون حذر في هذا الوقت من الشغلة هذه، لو تحركت شيء بسيط ممكن يطير الطير بدون أمر بدون أي شيء كذا. الحذر، الحذر والتشتت ترى في فرق. هو اللي أنا أشوفه يعني بالنقطة هذه المقصود فيها بالنهاية الكلمتين هذه، تشتت الطير من حاجة معينة، يصير خلاص تركيز الطير في جهة معينة، وبالنسبة لي أنا الطير متشتت. خلينا كذا نوضحها بشكل أوضح يعني، ولا بشكل أيوة. أبسط مثلا،
ايوه انه الحين المطلوب من الطير هذا او المطلوب انه هو الطير هذا المتعارف عليه انه اذا جاء موقع يطير، فالمطلوب منه انه يطير يركز في موضوع الطيران باريحيه بحريه يطير ويرجع. الان لما يروح موقع جديد الطير الان مشتت، ايش معناه مشتت؟ معناه انه ما حيقدر يمارس الطيران بحريه لانه في اشياء ثانيه شغلته. طيب انا اذا طرت من هنا ايش هذا حيسوي لي؟ ايش حي مدري ايش؟ حيبدا ما يركز على عمليه الطيران ويبدا يتشتت في تركيزه على موضوع اشياء اخرى. اوكي جيد انا معك صحيح. زين بالوليد عنده امازون يطيره من 6 سنين مطيرنا في كل الاماكن، الاماكن اللي يطير فيهم كلها امازون هذا حافظنها. يوم الايام بالوليد صار يطير وطلع على الشيء هذا الطير، والطير هذا حافظ المكان هذا، طلع على صقر طلع على شو مكان زين وشتتت، مع انه هو حافظ المكان، المكان هذا مو جديد بالنسبه له بس في جارح في شيء جديد بالنسبه له. فلذلك التشتت مو مربوط بالمكان الجديد، لا مش بالمكان، مش بالمكان فقط. عشان كذا لما نكمل دحين في الكتاب حنلقى انه انت تعرف شو مسوي انت، ليش انا اقول لك انت لا تسوي، يعني انت اللي قدام مفروضي بهني انت تخليني انا لا انت اصبر خليك معاي اليوم بتوصل هناك بتعرف. مو لانه يا ابو انا ابى اقول لك شيء ابو خالد، انا لما من جد والله فعلا يعني انا لما الى فتره قريبه انا ما كنت افهم يعني الين كذا انا من عندي كذا فهمت المفهوم هذا، ايش يعني مستويات او كيف تركب المستويات او ايش تموت المستوى الاول المستوى الثاني، هذا الطير المستوى الاول هذا الطير المستوى الثاني. طيب اذا ايش معنى المستوى الاول وايش معنى المستوى الثاني؟ ايش اللي يخليني اقول انه هذا مرتبط في المستوى الاول المستوى الثاني؟ يعني بعد كذا حللت الموقف لقيت انه في كل ايش يعني مستوى، معنى في مكان في تضاريس في ظروف في هذه التضاريس، ممكن هذه التضاريس ترفع المستوى هذا تخليه مستوى ثاني بظروف اخرى، سواء في طقس مثلا جو صار فيه الهواء شديد صار في المنطقه فيه جوارح ما صار مستوى اول. اذا موضوع انه مستوى مو متعلق في فقط في شيء جغرافي او شيء ملموس او بنايه او لا، ممكن يكون شيء متحرك. لهذا هناك انا كاني قرات تعليق انه عرف المشتتات، انا عرفت فعلا المشتتات في الكتاب برضو قدام. ايه بس هي انت اوكي شوف اذا تقدر تدور كلمه غير التشتت بيكون افضل، ما ادري شو الكلمه هي بس مستوى الحذر مثلا ممكن. انت لما تقيمها زي كذا ابو عمر انت بتحس حتى بتحس نفسك بتحس اللي يبي يختار طير، انت اصلا المصطلح هذا او مستوى التشتت هذا كامل اذا حطيته وقارنت فيه طيور ثانيه فانت دخلت نفسك في متاهه. لا سبتيه يعني هو حتى انا كمربي الحين انا لو بختار طير وكذا وباجي على الكلام هذا بطبق الكلام هذا ابجي عند مستوى التشتت اختار طير معين مثلا مكه او كنيور ايا كان من الاسماء اللي موجوده قدامي هنا، هل فعلا بيكون هذا اقل حذر او اقل تشتت من هذا؟ لا. اذا رجعنا على الكلام الاول اذا جينا على ابناء البطن الواحد يعني 4 فروخ طالعين من بطن واحد، هذا له مزاج، هذا يخاف اكثر، هذا حذر اكثر من اخوه الثاني، هذا لا عادي، هذا تلقاه نص ونص، هذا تلقاه حق يحب الاكل يحب مدري كذا ولا لا يعني ما تقدر تقيم لان ترجع على وشو على شخصيه الطير نفسه صح ولا لا؟ إذا جيت بالكلام هذا وبتقارنك كأنواع على أنواع معينة فأنت دخلت نفسك بالشوارع دي. فالنقطة هذه أنا أشوف مستوى التشتت، شوف أبو عمر معلش وقطع ورد، مستوى التشتت ما أشوف أنك تحطه في يعني ممكن تحطه في جزء ثاني وتشرح تفاصيل أو وش الحاجات اللي ممكن تشتت بعيد عن أنك تحطها كنقاط
انا اختار الطير من خلال ايوه عرفت انت سالتك من البدايه قلت لك انت هاي معلومات عامه ولا هاي معلومات اللي بيختار عليها المربي الطير؟ والله شوف ابو خالد انا زي ما قلت لك هذا الكتاب سوى بتسميته ب 101 انه المفروض ما يكون لاي فئه يكون لفئه معينه داخل الجامعه داخل الدراسه الجامعيه مشكله ابو عمر ما تقدر تتحدد منو ياخذها و... وفي نفس الوقت برضو انا حاب اني اراعي هذا الكلام اللي انت قلت اللي هو في الجلسه الاولى انه ما تقدر تحكم او تحدد مين اللي حيشتري كتاب مين اللي حياخذ كتاب مين القارئ مين كذا ما تقدر تحدد فانا قاعد احاول اني اسدد واقارب يعني واشير فالاشياء اللي حيكون زي كذا زي موضوع اللي هو قوة الارتباط هذه الثغرات اللي هو او اللي على ما قالوا فيه بنط عريض يبغى له تفصيل كثير هذا هنا لازم يعني شوف زي ما موضوع برضو في الجزء الاول ذكرتهم انت الله يجزاك خير انت وبوليد موضوع انه والله الطير البالغ هذا لازم هذا شيء اساسي انا ما كتبت عن الطير البالغ انا جمعت الكبير مع البالغ ما فرقت الكبير عن البالغ لكن فعلا البالغ قبل كم يوم اصلا عطى مسوي لي قضية حفله برا في الشارع سبه الطير البالغ ف نكمل احنا نشوف نكمل طيب قبل لا نكمل عشان تحدد النقطه هذه معلش عشان ما نطول مستوى التشتت سوها زي النقطه اللي فوقها خلها مبهمه غير محدده على انواع مستوى التشتت بعض الطيور كذا بعض الطيور تكون حذرة أو تركيزها أضعف من طيور أخرى مثلا يعني خلينا شوف خلينا نفهم لكم بدون ما تحدد الأنواع زي لأني قلت لك أنا في النهاية أبناء البطن الواحد أخوان زين هذا له شخصية وله مزاج وله كذا وهذا لا عكس عرفت هذا يدخل في أنه طير زي مثلا كنيور او بعضها اقل مثلا جراه وبعضها يكون اكثر جراه بالنهايه تبي ترجع للنقطتين هذه وهم ابناء بطن واحد مو نوعين مختلفين تمام تفضل ايضا نمط الطيران يتميز كل نوع وحجم وشكل بنمط معين في الطيران فتستطيع الطيور التي تملك الذيول طويلة بالسباحة في الجو أما أصحاب الذيول القصيرة فغالبا ما تتولى الضربات يعني تتولى أيه. زين الحين السؤال هني في طيور ذيولها قصيرة وتسوي نفس هذا نفس المكان عندك مثل الكوكاتو الكوكاتو اللي هو هذا البلاك يسمونه اللي ذيله في ذيل احمر وفي ذيل برتقالي شيء كذي هذيل من اجمل انواع الكوكاتوس في الطيران ايوه وذيولهم قصيره وتسوي سباحه اكثر عن الطيران عن المكوات وفي ايضا في ساعات الكاسكو يسوون اكثر في كثير طيور يعني هو السباحه متى ما تطير احتاج سوى فهني اظني انت كانك موجه يعني هني اللي بيقرا كان يصير خد مكاو ذيله طويل يصير خد مكاو ذيله طويل لا بس يعني شوف هل الذيل الطويل هذا الذيل الطويل هذا ما بيأثر على نمط الطيران لا مولانا بشكل من الاشكال شوف اذا بنجي في الذيل الطويل نحن بنجي في بنجي في يعني في بنية الطير نفسه في الطيران الحر 106 زين ايه تفاصيل بعيدة وزن امسك الراس وزن المنقار مع الريش مع العمود الفقري ولك يا يعني الشغلة لا أول لها ولا آخر الطير لما يرتفع فوق ويسوي السباحة بتشوف ذيله سهم فهني ما يستفيد من الذيل لما الطير يسوي السباحة ما يفرش ذيله ورده فوق يسوي سهم مزبوط كان الريشات هذيلا كلها ريشة واحدة
فهني ما استفاد منه في عمليه السباحه. الطير لما يسوي السباحه الريشات الصغار اللي في الجناح يسكرن ما يخليهن اللي هو يعبر. هذا كلام برضو فاهم عليك انا، بس يمكن ما اعرف يمكن هنا خانة التعبير او شيء. كل الطيور أيوة. برضو نفس الموضوع، كل الطيور تسبح، كل الطيور، بس برضو كل الطيور تتميز بشكل من اشكال الطيران. يعني مثلا انا السنغالي ما يطير فوق، ما يطير مرتفع، حتى لو راح مع جماعة يطير معهم شوية وينزل تحت لو في عماير مرتفعة. لو في عماير، هذه لاحظتها، لو في عماير مرتفعة المكاوات ترتفع فوق العماير المرتفعة. أنا السنغاليات اللي عندي الاثنين الثلاثة بشير نوني وعطا كلهم من بين العماير، ما حد يرتفع فوق. ليش؟ ما يرتفعوا فوق العماير، فوق العماير. ليش ما يرتفعون؟ فيهم أنا هذه برضو قرأتها، إنه فيهم بسبب حذرهم الطاغي وغريزتهم هذه ما يرتفعوا فوق عشان يختبوا عن الجوارح، يكونوا أبعد عن الجوارح، يكونوا أقرب لمستويات التخبي. هذه من هذا استنتاج. هذا هذا مو استنتاج، هذا برضو قرأته فاستنتجت أنا استنتجت بعد القراءة يعني. لا، هذا استنتاج بناء على سلوكيات، هاي درسوا سلوكيات، استنتاج السلوك زين. هاي بس ليش ما يرتفعون؟ يعني النتيجة هاي نتيجة حين، بس شو سبب النتيجة هاي؟ إنه ما بيكون قريب، ما بيكون مكشوف، ما بيكون في مستوى قريب للخطر اللي هم الجوارح وكذا. نو إنه ما يقدر، يقدر يرتفع، يقدر يرتفع. طيب يلا قول انت. انا ما عندي تحليل الاستنتاج اللي قلت لك اياه، انه لما قرات هذا مش قرات كمان، هذا في 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 مقطع في اليوتيوب وثائقي عن الببغاء السنغالي اسمه وايلد مش عارف مين، واحد راح يصور هناك 5-6 أيام جالس ويصور يراقبهم وهم يطيروا ومدري ايش، فقال الكلام هذا يعني. بس وانا حسب يعني تجربتي وطيراني كذا في المدن بين الأمران الكبيرة ما يطير فوق. بس هناك يوم صار الغابة هو ما في بنايات بعمر. ايوه ما في بيانات، بس ذكر انه ما هم، ذكر انه ما هم طيور ايش يسموه، ايش يقول يعني، ما هم ماهرين في الطيران، يقول ما هم زي ما هم زي الدر. يمكن لان رب ما يطيروا كثير، خلقهم بمواصفات داخليه معينه مختلفه شوي. ممكن ليش ايوه لا ممكن ليش لا لا هو طيب. هذا اكيد لما خلقهم رب العالمين خلقهم بأمور مختلفة عن الباقين شوي، فلذلك أدت النتيجة هذه. حسب كذي أقول لك، كل ما تعرف الأجزاء الداخلية كل ما تعرف تفسر سلوكيا. هذا في كتاب 102 إن شاء الله أو 3 أو 4. هنا لا. هنا بفتح على نفسي مجال كبير. ليه أوكي ليه خلينا خلينا اتفقنا. هذا مال الديون القصيرة وطويلة هذه أظني ايوه يعني. حتى انا اتفق معاكم شويه انه ايش ما لها صلاح، ولكن احنا متفقين انه في نمط طيران لكل فصيل، يعني كل فصيل فيه نمط طيران. زين عندي سؤال. الصفحه رقم 8، الجناح في طيب وبعضها تطير في على ارتفاعات عالية وأخرى منخفضة ولبعضها أصوات مميزة في ضربات الجناح أثناء الطيران. شو تقصد هني ضربات الجناح؟ أصوات هذه تصدق أبو خالد فيها شوية شيء من ولبعضها أصوات مميزة في ضربات الجناح. أنت يعني أصوات في ضربات الجناح. كيف؟ يعني ما شاء السنغالي. ايه السنغالي له صوت كذا ما اعرف كيف، لما يضرب الجناح تسمع صوت غريب، ما هو صوت جناح. المكاو ساعات يوم مكاو بعد ساعات يوم يمر على ذلك
اذا هذا بعد يوم يرف بعد ساعات في صوت. لا لا هذا ملحوظ في الانطلاقه، في الانطلاقه تسمع ور 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 ور. ما اعرف كيف اوصف، والله ما اعرف كيف اوصف لك، بس لازم شوف على حسب الريشه، كل ريشه لها صوت صحيح. ايوه ممكن ريشه، ريشته ثقيله، ما اعرف ايش في ريشته بالضبط، بس في لها صوت مميز ما شفته، ما سمعته مع الطيور الثانيه، مو مع الكونيور، مو مع المكاو، مو مع الدره، مو مع، هو لوحده سمعت الصوت هذا. ترى واحد من الاشياء اللي كذا يخليني في طيران السنغالي وتيم افتم، يعني الصوت هذا يخليني اوكي. والله الصراحه انا هذا اول مره اسمع يعني، بس زين يعني كمعلومه اوكي. بس اذا حد يسالك يعني يكون عندك لك الجواب يعني. ان شاء الله بطلع لك مقاطع يكون فيها الصوت واحد هذا حق. زين الحين في نفس الصفحه ابو عمر انت انتقلت شرير. انت ذكرت هني الصفحه هاي ذاكر فيه صفات الطيور اللي اختار المربي، وعقب مره واحده انتقلت حتى المربون يختلفون في قدراتهم ومؤهلاتهم في، فهم مختلفون اجتماعيا، منهم المتزوج ومنهم الأعزب ومنهم رب الأسرة، ومختلفون ماديا، فمنهم طالب على مكافأة، ومنهم محدود الدخل، ومنهم الميسور، وهناك الشاب والطفل والمرأة وكبير السن وصاحب الهمة، وهناك الصبور، وهناك المتهور إلى أخ. كل هذه الاختلافات تؤثر في تكوين المنهج المناسب للتدريب لكل مربي. الحين مب عارف يعني شو الترابط بين الفقرة السابقة والفقرة هذه؟ أنا أقول لك نرجع للي قبلها، إنه هذه هني ليش أنت ذكرت الطفل وذكرت المرأة وكبير السن وصاحب الهمة والصبور والمتهور؟ يعني كل هذول شرائح ممكن تشوف أبو وليد وتشوف أبو خالد يطيروا مكاوات ويغرموا ويبغوا يطبقوا زي كذا. ممكن يكون في رجال كبير ممكن يبغى يسوي زي أبو خالد، ممكن يكون في طفل بيسوي زي أبو وليد، ممكن تكون في مرأة تبي تسوي زي أبو عمر، ممكن في هكذا. هذول الشرائح كلهم مو كلهم حيقدروا يطبقوا يعني هذا اللي أبغى أوصله من فكرة، إنه لا معلش أنت كطفل ما تقدر توصل طيرك زي طير أبو خالد، تقدر تقتني وتقدر تربي، تقدر تتعلم عنه، تقدر تطيره في مستواها الأول، لكن تغوص وتتعمق إلى أن توصلوا لمرحلة متقدمة لا ما تقدر. أنت مثلا كسيدة خلينا نقول دحين مثلا باقي ما طلعت سيارة تبغى يعني في هذه الظروف، هذا اللي أقصدها. أسماء هذا يعني ما في ترابط لين الحين، ما في ترابط بين الاولى والثانيه. ايه فما الاولى والثانيه يمكن تسوي اعاده صياغه لهاي او تقلل من الصفات اللي ما ادري ممكن يعني تذكر الحين افرض الناس هذيل هذا اللي بيقتني الكتاب ما يعرف لا ولا يعرف ان في ناس تطير اصلا، او ولا يعرف اوكي يعرف ان في ناس تطير ولكن ما يعرف ما يقدر يوصل لفلان ولا يعرف فلان ولا يعرف فلان. فأظن يبالي شوية صياغة. فهمت عليك. زين سؤال الحين أنت هني كتبت كل هذه الاختلافات تؤثر في تكوين المنهج المناسب للتدريب لكل مربي. إذا أظن هي شوي بعد إنه هو أصلاً منهج تكوين منهج مناسب للتدريب. أنا فاهم عليك، خليني أقول لك أنا إيش أقصد من هنا يمكن قبل ما يطلع. أنا أقصد من هنا يا أبو خالد إنه حسب المربي هذا أنت تكون منهجك. طيب انا ابو عمر انا طفل صغير بس ابغى اطير، طيب ابغى اطير زي كذا اوكي، اذا انت المنهج المناسب لك المستوى الاول، توصل للمستوى الاول
بإشراف من والدك، بإشراف من أخوك الكبير، أخوك الصغير، تطير هناك إلى أن تتوفر عندك الصفات أو الخصائص اللي تمكنك أنك والله لا تطلع لأشياء زي كذا. ثاني جاني واحد ثاني لا مثلا نفس الموضوع، ما هو طفل لكن مثلا امرأة ما عندها مواصلات، أقول لها برضو إلزم المستوى الأول، أو عندك حدك في الطيران الحر داخل المنزل لا تطلعي برا، لأنه موضوع الفقدان هذا هو يعني معلش أكثر شيء اللي أنا أبغى الناس تستفيد لما تقرأ من الكتاب هذا، تستفيد تقلل من نسبة الفقدان هذه فقط. يعني ما دي بعد ما أدري، أنا رأي مجرد رأي يعني، أن لو تعيد الصياغة فكرتك زينة، يعني الفكرة اللي أنت شرحتها الحين زينة، ولكن يمكن صياغة الكلام المتلقي ما بيفهمها بنفس اللي أنت تبغي. فهمت عليك. طيب بعدين يشوف أساس ما حد يقول شوف، تؤثر على برنامج المناسب للتدريب. أفضل تستخدم كلمة البرنامج، المنهج دائما هي في شيء علمي. تمام فهمت. أوكي. تعد هواية الطيران هواية عصرية، ولا تجد العديد من التجارب والدراسات أو المصادر العلمية والتعليمية عن الطيران، جميع أنواع البغوات مختلفة مع مختلف فئات المربين الهواة، وقد نلاحظ الأسباب المذكورة أن نسبة فقدان البغبغاء بعد ردينا على كلمة الرمادي. طيب خلاص بدون أيوة بدون هاي لا يمكن الطيران قطعيا، قد يتعثر مربي البغبغاء الرمادي إذا هني هاي هني نفس النقطة قالها بلولي أن ما نذكر يعني الأسامي. شوف ولاخد لا تجد العديد من التجارب موجودة، التجارب وقد لا تجد العديد من التجارب، لا التجارب موجودة موثقة، ولكن الدراسات والمصادر شحيحة صح، ولكن كتجارب موجودة جدا في الخليج 50,000 تجربة، في ما شاء الله أوروبا 5 مليون هذا في الشرق، في عندك شرق آسيا حدث ولا حرج، أي واحد طيار عنده تجربة. ايوه مزبوط، بس انا اللي اقصده هنا ابو خالد انه مش التجارب، انه ما شاء الله كلنا احنا هنا مجربين، بس اللي اقصد التجارب الموثق، يعني كلنا ما شاء الله بنطير بس مو كلنا بنوثق تجاربنا، ايش صار معانا ايش ما صار معانا، ايش اللي صار هنا وهذه صارت عشان كذا ودي صارت عشان كذا، وهذه المتابع او القارئ او المتعلم يبغى الابعاد هذه، يبغى التفاصيل هذه عشان يتعمق في هذه الهوايه عشان يعرفها. فأنا أقصد وأنا من هنا أكتب على التجارب الموثقة، الموثقة صحيح ممكن، يعني إذا أطلقت كذي تجارب لا أقولك أنا مجرب أنا مطير كذا أنا مطير كذا. أحسنت يا أبو خالد جزاك الله خير. أيوة الموثق. ونشيل الباب برمادي ولا هذا؟ أيوة زين. هني شو وين التسليم؟ ايوه بشكل شخصي. زين كلمه وبشكل شخصي بعد خوضي رقم 9. وبعد خوضي تجربه لا باس بها مع البغبغاء السنغالي، يمكن ان نقول بان جميع الطيور يمكن للمربي ان يمكنها من الطيران الحر لأقصى مستويات بشرط الخبرة والدراية الكافية بسلوك البغبغاء والمنهج المتناسب مع ظروف المربي والبيئة في التدريب وبيئة التدريب. أوكي. زين. هذا الكلام جميل ومتفق معه، ولكن في هني قاعدة أنت بتتضارب يعني مع قاعدة موجودة. كل الطيور تطير، كل الطيور تطير، ولكن ما بكل الطيور ممكن تدربها على الطيران الحر. انت كاتب ان كل الطيور تقدر تدربها على الطيران الحر، لا القاعده تقول ان كل الطيور رب العالمين خلقها انها تطير. صحيح. الطيران الحر ان هي يرتبط الطير هذا يرتبط مع المربي، يطير ويرجع للمربي، يطير في اي مكان يرجع للمربي،
ما بكل الطيور بتقدر تسوي فيها كذي. طيب مثال ابو خالد مثال على الطيور اللي ما تقدر تربيها كذا بالنظام هذا، نظام الطيران. تعال عندك نحوان شي جربنا هني عندك الهدد، هل الهدد تقدر الطائرة تخليه يطير ويردك؟ ما جربت، لكن هل في تجارب؟ ايه عندنا هني اللي مرة وبرا بعد نفس الشيء وما نفع. لا حتى في المكاوات بعد نفس الشيء، المكاوات هذه يضربوا بالمثل ايضا في كذلك نفس الشيء. في نوع منها يعني كذا؟ لا ما بنوع معين، في نفس بتحصل ساعات بلو جول تعال درب على الطيران بتشوف ايش تجيب لك داخل البيت، تعال برا ما ايش. فكل الطيور تطير كطيران تطير. معلش المكاو هذا اللي قصدته هل هي فئه معينه من انواع المكاو؟ لا لا ما فئه معينه، لا ولا حاله حاله من نوع واحد. ايوه بتحصل فمعناته هذا مثال ما تربطه مع حق الهدهد. لا ما نقدر نقول ان كل الطيور تقدر تدرب على الطيران، مستحيل. الطيور الناطقه يا ابو خالد، الطيور الناطقه، خلينا الهدهد ما يعتبر طير ناطق. لا بغض النظر عن الهدهد او كذا، انا من رايي معلش من رايي انا كل الطيور بالامكان تدريبها على الطيران. شو مفهوم الطيران الحر؟ اللي هو انه يكون مفكوك في مكان خارجي والطير يروح ويرجع باوامر، او انه يكون مرتبط مع الشخص هذا في اي مكان، في مكان مفتوح. اذا عرفتوا الطيران الحر معناه بديهيا بتعرفون تعريف هذا. لذلك قلت لك ابو عمر انت اذا عرفت الطيران الحر معنى مفهوم الطيران الحر في بدايه الكتاب في كثير من الامور هنا بتتنافى. بس انت ابو خالد الحين يوم جبت مثال شو اسمه الهدهد ورجعت مره ثانيه وذكرت نوع من شو اسمه المكاو، هو نفس كلام يوم اقول لك انا ابناء البطن الواحد يختلفون مزاجيا، هذا له مزاج معين هذا له مزاج معين، فهل الكلام هذا اذا انت قارنت الهدهد ثم جبته للمكاو وفي وجود حاله عندك قد حصلت، هل الهدهد هذا كانت التدريبات او الاساسيات اللي درب عليها اللي اسس عليها مضبوطه او توافقت مع الطير هذا اللي صار حاله شاذه من بين المكاوات، هل هو توافق بالتربيه هنا او في امكانيه انه يدرب؟ لا نفس الاسلوب ونفس الشيء. وهذا كم حالة؟ طيب كم حاله عشان اقدر ادخله في المقارنه تدريبات الهدهد قلت هنا ولا برا؟ عندك تعال خذ هذا، عندك مثلا انا بقول الهدهد شفته هني عندنا في الامارات تمام، عند سيلفيا كان عندها كوكاتو حاولت ان الدربعة على الطيران ما شيء. كريس غير كوكاتو، انا خلنا على الهدهد. لا ترى بقول لكم الحين بس كم تجربه، انا ابغى اعرف كم تجربه، اذا هي تجربه واحده ما تدخل في المقارنه او ما تصير كذا. ما بتقدر تقول ان كل الطيور تقدر تدربها على الطيران، عشان كذا اقول لكم نحن اذا اتفقنا بالنسبه للكلمه، انا بالنسبه للكلمه جميع الطيور اذا دربت بالاساسيات الصحيحه عرفت، ما باخذ عمر صغير بدرب اللي هو ارتباط بينه وبين الطير وهو من عمر صغير ثم ابدا معه بالتدريب الداخلي على التدريب الخارجي وكذا عرفت، هل بوصل مع الهدهد بالطريقة هذه أو لا؟ لأن أنا قاعد أشوف أنواع كثيرة بغض النظر عن الطيور، مخلوقات غير الطيور ترتبط مع شخص معين وتلحقها في أي مكان وذا وتقعد تطلع مثلا في الشارع تروح تأخذ لها لفة لفتين وترجع لها. زين نتكلم بالطيران الحر أنه يهمنا الارتباط عرفت، أمان الطير في النهاية يأخذ لفته وكذا يرجع المربي هنا بالنهاية يكون خلاص رابط أنه بالنهاية خلص الجولة أرجع للشخص هذا، عشان كذا تشوف أغلب الطيور إذا ضيع إذا خلص جولته ما لقى راعيه يصير عنده جلتش قاعد تلف تدور راعيه خلاص. حنا نبغى الارتباط هذا في جميع الحاجات بجميع الطيور اللي حنا راح ندرب على الهدف، فحنا ما نحط نوع معين تقول لي لا في
او تقدر او تقول بدخلها في مقارنه معينه ان في انواع ما تصلح للهدد، وذكرت لي منها حاله واحده والحاله الثانيه ما ادري غير موجوده، فهل هذه اقدر ادخلها هنا ولا لا كمثال يعني؟ هي انا اقول لك شوف، انت عندك الاساسيات مال الطيران مال تدريب، وتمشي مع الطير هذا بنفس انت يبطئ ويطير، امشي معاهم نفس الاساسيات. انا عندي مكاو وعندي كنيور وعندي كذا، امشيهم بنفس الاساسيات بنفس المستوى كلهم. تمام. انا هو نفس فرد واحد، نفس المدرسه ونفس الطريقه، ما اغير ولا شيء. اللي سويته في المكاو سويته في الكنيور. تمام. زين، هذا في اثنين منهم ما طاعوا يتدربون، هذا عندي انا. تمام، بس هل بالاثنين هذول حكمت على جميع نوع الكنيور انه ما ينفع؟ اقول لك انتوا الحين شو تقولون؟ عشان اوصل لك النقطه عشان نتفاهم انا وانت. هل الكنيور ما ينفع للهدد؟ اي ترى انا شو اقول لكم الحين؟ ما يصلح للهدد؟ ما يصلح للطيران حر؟ يصلح. وهل من الكنيور نفسه اذا مشيت على نفس القوانين التدريب اللي قاعد اتكلم عنه قبل شوي اللي تقول دربت الطير هذا ضبط معي الطير الثاني لا، هل اذا دربت كنيور ثاني بالطريقه هذه ممكن يمشي معك مضبوط؟ ممكن هي ممكن لا. ممكن اي ممكن ممكن لا، طالما في ممكن فهو مقارنه ما تحطها. ايوه انتوا شو قاعد شو كاتبين انتوا هني او شو كاتب بعمار؟ احنا نكتب نتكلم هنا عن العموم. أيوة. عرفت؟ ايوه اتكلم عن العموم. اتكلم عن العموم والعموم في حالات شاذة اكيد، وفي حاله فقدان، وفي حاله كذا. اذا ما حطينا قلنا انواع، احنا بنوع الطيور كامل او جميع انواع الطيور بالامكان جميع الانواع ممكن انك فرد منهد يتدرب. زين، خلي الفرد الثاني هذا المعوق اللي ما ينفع بالهدف ما ادخله هنا في مثال او احكم على النوع. عرفت؟ فحنا كلامنا هنا او كلام ابو عمر هنا في السطر هذا انا اشوف انه صحيح من رايي، جميع انواع الطيور بالامكان تدريبها، لكن في ممكن اي اشكاليه تخرب اي واحد من هذه الطيور ما يضبط معك في التدريب. والسبب وشو؟ زي ما قلت لك، ابناء البطن الواحد، هذا يجي له مزاج وهذا يجي له مزاج. انا دربت طيور بنفس الطريقه بنفس كل شيء وماشي على نفس القوانين، هذا مضبوط معي هذا لا. تمام. ايضا اذا يعني بيبقى هذا ايضا يذكر القاعده الثانيه، تذكر لابد ان ايضا الحين شو ما تكون هني، يمكن القول بان جميع الطيور يمكن للمربي ان يمكنها من الطيران الحر لاقصى المستويات. تمام، بشرط الخبره، بشرط الخبره والدرايه الكافيه. لا مو بشرط، انت هني انا الحين عندي خبره وعندي الدرايه الكافيه، ليش هذه اللي ما وصلوا؟ انت هذه الحين اللي يطيرون الكاسكو واللي يطيرون مكاوات عندهم خبره وعندهم الدرايه الكافيه، ليش ما وصلوا؟ شيء منهم ضاع وشيء منهم كذا، ليش؟ فهني الشرط هذا اللي عندهم كاسكو ابو خالد ما عندهم درايه كافيه. لا اوكي، عندكم انتم، عندنا حتى عندنا انا ما حتى انا يوم كنت اطير جيكوب ما كان عندي درايه كافيه في طيران الكاسكو، عشان كذا من عندي روح. شو مفهوم الدرايه الكافيه؟ الدرايه نتيجه التهورات، ذاك الطير نتيجه التهورات وشويه غشامه يعني في اشياء ما انا ايش اقصد بالدرايه الكافيه في مجال معين، مثلا في مجال الطيران الحر لازم يكون عندي درايه كافيه في مجال الطيران الحر. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه في اساسيات في الطيران الحر انت كانسان ما انت متخصص في الطيران الحر ما يجي على بالك انه هذه نقطه لازم تركز فيها، وانه هذه نقطه لازم تنتبه لها، انه هذه نقطه مهمه في مجال الطيران الحر.
فأنت في نقطة مثلا زي مثلا الطيران الأول للطيور، إنه تفكها في مكان مفتوح ما يكون في هواء، ما يكون في جوارح، ما يكون في الأشياء هذه. لما أنا مثلا أنا أول مرة أطير كونيور، طيرته في وسط حديقة في الليل الساعة 9 في الليل في وسط حديقة، والحمد لله الله سلم والطير رجع لي. الساعة 9 الساعة 9 في الليل في وسط حديقة، أول طيران للينو وأول طيران ليا أنا كمربي، متلهف إني أشوف الشباب كذا قاعدين يطيروا، أنا كنت بطير زي كذا، أخذت لينو الساعة 9 في الليل في وسط الحديقة طيرته. سلامة يعني تقدير الله المولى إنه معايا كونيور، الكونيور ما يروح بعيد، حذر وما هو هذاك الحذر، أشياء يعني كثيرة، إنه سلم في الأخير. فما كان في دراية كافية، فهذا موضوع اللي هو الدراية الكافية، إنه في مواضيع في جوانب في هذه الجزئية من العلم أو في هذه الجزئية من التخصص أو أيا كان، أنا ما عندي إدراك كإنسان جديد إنه والله هذه النقطة لازم أنتبه لها، لازم إنه يكون، لا يكون في، ما يكون في النهار، يكون في النهار. هذه هي الدراية الكافية يعني أقصد. فلما يكون عندك دراية حتى يرتوكان طيران حر، خشوا طوكان، ما هو من الطيور الناطقة يا أبو خالد. ما يمنع أنه يطير. أنا أشوف، أنا أقول لك لو الجملة تنتهي عند شو اسمه الجميع، أو يمكن للمربي، لا بس أنا فهمت نقطة لأقصى المستويات، النقطة خلاص. لا أنا بس فهمت كلام موجود في صفحة ثانية، موجود. لا بس أنا فهمت كلام نقطة أبو، أنتوا خلوا النقطة هذه ونضيف النقطة اللي هو تبع إنه يكون في اختلاف، ما يطوف الوقت. زين؟ نضيف النقطة اللي هي نفسر فيها إنه في اختلاف في نفس موضوع البطن الواحدة وأشياء زي كذا. هذا منو مروان يقول أنا أطير كوكاتو قال، صح؟ عارف مروان من عمان. مساء الخير على الجميع. مرحبا. تمور أهلاً. أوكي. كيف حالكم طيبين؟ أنا مستمع معاكم. الله يقول الله تركي حي زي. طيب نكمل. ايوه بس انا فهمت الجزئيه تبعك يا ابو خالد في النقطه هذه، وان شاء الله برجع اعيد صياغتها ونشوف الكلام يفسر نفسه. السطر اللي تحت تبين الكلام اللي فوق. لا بس هو برضه ادراك الهواة ان المتقدمين على مزاوله هواة الطيران حر معطيرهم باحتماليه فقدان الطير في الخارج مهما بلغت المثالية في بيئة التلبية، ولا زال احتمالات فقدان واردة، والذي يترتب عليها تبعات واجب على المربي عدم تجاهلها، مثل البحث وكذا 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 إلى آخر الكلام. هو مفسر الكلام اللي فوق. كان عندي مكاو اسمه سكار، سكارت مكاو. هذا في 2014. زين هذا المكاو كان جناحه مكسوف لمدة، تم عندي تقريبا 3 سنين. عقب خليت جناحه، هو الجناح وخليته مثل ما، زين طيرت شام وكاسبر ولورد ما شاء الله، ويت تميت دربه هو على الطيران مبطير، تعود انه ما يستخدم الجناح. اكسسوري عندي الحين 14 سنه ما تبي تطير. ما بكل الطيور، كل الطيور تطير، وبالفعل على فكره يوم الطير يطير. اكسسوري تطير مسافات وكذا حتى الطير الجديد في الطيران، يعني الطير جديد صار من حد تبدا يطير. لذلك قلت لكم يعني مفهوم، شو معنى مفهوم الطيران الحر؟ اذا فسرته مفهوم الطيران الحر بتعرف شو هي. فلذلك القاعده يعني انت قلت الحين مهما تكون يعني اذا انت متمكن وعندك درايه وعندك كذا، الطيور سلوكيات مختلفه. فلذلك انا يمكن على بناء على الكلام هذا بس يباخذ لي طير، بحصل طير اليف
مكاو كوكاتو شو مكان كان مقصوص جناحه قبل بجرب حظي ليش انا هذا الطير اليف وربوه بخلي جناحه كامل باي بعد حاول دربه ما يضبط خاص انا الطير هذا قال انا كذي مرتاح ما ابغى اطير الاكل عندي كل شيء عندي ليش اطير وانت متمكن في الطيران وانت عندك درايه وعندك كل شيء اي بس احنا ما نتكلم عن الحالات هذه احنا نتكلم بشكل عام أيوة. ابو خالد احنا المشكله يا ابو خالد احنا متفقين ومختلفين عرفت كل واحد احنا متفقين ما مختلفين انا داري متفقين ومختلفين بالنسبه للكلام ابو عمر النقطه هذه اللي انت قاعد تتكلم عنها انه مو بجميع الطيور عرفت مو بجميع الطيور صالحه للطيران اوكي انا اتفق معك ان في بعضها معوق ما يطير في شيء مقصوص جناح في شيء مكسور جناحه في شيء خلاص تعود كذا ربا في مكان ضيق فما يقدر يفتح الجناح انا اتذكر كلام في هذه النقطه على اول اقطع واردك يا ابو وليد كلام ابو الدكتور علي حماد لما سالوه قالوا له يا دكتور هل الطير اذا قصينا له جناحه يعني وما صار يطير هل حيكون عنده مشكله نفسيه من هو صغير من هو فرخ هل حيكون عنده مشكله نفسيه او اضطرابات نفسيه اذا كبر ولا شيء فقال انه ان شاء الله ما ياثر يعني طالما انه هو تعود على الخمول وما يبغى يطير وكذا خلاص فهو خلاص هو كذا يعني فهذا يدل على انه في اختلاف في زي ما قلت انتم وذكرتوا كلكم تفضلتوا انه في اختلاف في معوقين في 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 حالات في عاقل الدكتور علي على العين والراس ولكن الطيران الحر 80% سلوك اذا عندك صحيح. علم السلوك بتعرف تفسر بيطري غير والسلوك غير شوف شفت لك اكياس الهوائيه كل طير فيه اكياس هوائيه انت تشوف الكيس داخل تشوفه من برا اذا في خلل بسيط في الكيس الطير هذا ما بيطير بتشوفه يطير وينزل ساعات ما يبغي تشوف المرض السكري الطير صاحي انت ما فحصت في مرض سكري الطير هذا ما بيطير لو شو انت مدرب شو مكان طيب انا افهم عليك يا ابو خالد بس انت ايش تبغاه يضيف للجمله هنا بناء على الكلام هذا ايوه شوف المقصد انت ليش هذا الكتاب الحين حق الشخص اللي بيشتري حد مبتدئ وحد قديم زين فعلى الاقل المعلومه اللي هني يعني تفيد الطرفين اذا خذها واحد جديد ما يصير ياخذ المعلومه والله ابو عمر قال كذي انا خلاص حصلت طير رخيص 3000 او مكاو زين 3000 وربوه خلاص بدرب على الطيران ما يا هذا وطار والله ابو عمر كاتب كذي هني فانت بعد ما تبغي هذا الشيء يعني. حلو انا معك في الكلام يعني انت مشكلتك هنا ان قلنا جميع الطيور اوكي الجمع المقصود هنا ان جميع الانواع قادره في حالات طبيعية إلا يعني إيه في حالات ظروفها طبيعية إيه إذا توفرت شروط كاملة في الطير هذا الصحة العمر الصغير كذا 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 وهذا راح نجيها في النقاط الثانية إذا مشيت بالكتاب راح تشوف الاختيارات هذه يعني الطير صغير أو بناء طريقة بناء العلاقة مثلا مع الطير يعني بشكل عام الكلام صحيح وبنفس الوقت هنا قالك في الفقرة الثانية تحت الصورة يوم تشوف من المهم جدا إدراك الهواة قرأت الكلام ده من شوي أن في بالإمكان تصير فيه حالات فقدان أن طير ما يطير أن تصير فيه معوقات للطيران الحر زين لجميع الأنواع شوف هنا نجمعها لجميع الأنواع وبرضه نقول لك جميع الأنواع قادرة على الهدف فالكلام أنا أشوفه هنا صحيح ما نختصر النقطة اللي بعدها ننقل أتوقع كفايه هذا وقت كفايه الحين مستوى المخاطر بين النوعين الطيران الداخلي والطيران الخارجي الطيران الداخلي هوايه مناسبه لجميع الهواة من فئه من اي فئه عمريه تقتصر على فئه الشباب فما فوق الطيران الخارجي ليش اقتصرت على الشباب بس لانه يا ابو خالد زي ما قلت لك ما دون الشباب يعني في من الحالات اللي انا
الحين انتوا عندكم انفتاح في السعودية. مزبوط عندنا انفتاح في السعودية. يمكن عندكم يا اخي البنات بيطيرون. ما في مشكلة إذا تروح تطير، ما في مشكلة. أنا أتكلم عن الشباب، الشباب أنت بنت وعندك مواصلات، روحي تقدري تخرجي في أي وقت، تقدري تتحملي، جو. سؤال ثاني، يمكن في يا أخي أنتوا عندكم يمكن يا أخي ولدك باش بيطير. أنا أكون معاه كولي أمر، أما أنت لوحدك لا. تشمل الجنسين أساسا، تأتي الشباب، انتهى. أوكي مالي، اتفقنا، تشمل الجنسين، بس العرف شو؟ الايش؟ العرف. مهما كان احنا في المجتمع العربي يعني الشباب والصبايا ما فرقت الشباب النساء والذكور. هذا واحد. بالنسبه للعمر يا ابو خالد زي ما قلت لك، اذا كانت طفل مثلا وابا طير بولي امر، بدون ولي امر لا، انا ما انصح. ممكن يواجه حالة فقدان، كيف حيتصرف لوحده إذا ما كان فيه واحد واعي ومدرك في الموقع؟ زين، كيف تخاطب، كيف يسوي، كيف؟ يا أخي يمكن أنتوا باكر يمكن في واحد شاب طفل عمره 12 سنة شيء كذي يبغي ينضم وياكم في الفريق، أبوه ما يبغي. مشكلة. زين، أبوه سامح له بس أبوه مو فاضي. ممتاز. زين، بتحتوونه انتوا ولا بتقولوا له لا انت لازم تجيب ولي امر؟ خلاص هينا يا سلام، انتوا بتحتوونه، كلمه انتوا بتحتوونه، اذا انت استعط عن ولي الامر. انت قاعد كاتب لي هني تقتصر على فئه الشباب فما فوق. ايوه كيف جو هذا ال 12 سنه شو. طيب بالنسبه لل 12 سنه تكون معاك واحد شباب كيف. انت شوف ما تمصر علينا شوف. لا والله صدق يعني يعني طفل ما يقدر يطير طيران حر لوحده. منو قال لك في اطفال يطيرون؟ ما شاء الله. اي وعندنا ما شاء الله عندكم المايسترو الصغير الله يحفظه ويرعاه. عندنا في الكويت في كل على فوق راسه مين؟ من؟ الله يحفظه ابوه. زين؟ اي خلاص هذا هو. صبر. عبد الرحمن عندنا مثال، وين يعني سمعنا بس عبد الرحمن. في عندنا عبد الرحمن كان عمره كم؟ 14 او 13 سنه ما شاء الله شباب. زين. وابوه مبيا روح. ممتاز. يقدر عنده كامل يعني عنده كامل الصلاحيات اللي يتحلى بها الشاب اللي هو حر. اوكي الحين انت شوف كاتب لي شباب، انا اقول لك يمكن في اطفال يبيون يطيرون مع ولي امر. انا ممكن اضيف هنا يا اخي ولي امر ممكن مو فاضي مو بيها مو خلاص. اذا مع شباب يحتووه، مع فئه تحتويه، ما عندي شباب. انا بجيكم انتم. طيب خلاص اوكي تمام، يكون في ناس. لكن في واحد مثلا يا ابو خالد اشترى كتاب من عندنا في نجران ما في جماعه يطيروا. ما طير هو اشترى كتاب. ما طير. فين انت بتطير؟ انت لوحدك؟ ما لا جيب معك ابوك يا اخي. اقول ما في جماعه يروحوا لهم، جيب معك ابوك روح طير، طبق الكتاب روح طير. ابو عمر انا الحين في تونس. ممتاز والله، حصلت وتعنيت واشتريت كتاب هذا وطلبته من السعوديه ووصلني بالبريد وهذا، وعلى اساس اني انا ابغى اطير. انا عمري 12 سنه، لا عندي ولا ولي امر ولا حد معايا، انا بمسك هذا الكتاب وبتدرب وبشوف الفيديوهات بسوي. وين يبلك انا ولي امر؟ او ما عندي وما في فريق هناك، ما في شباب يطيرون، شو اسوي؟ ما حد يتحمل. معليش لا تطير الان حاليا لين تكبر. انتظر. ما يستوي بعمر. لا انتظر. لا معليش ما يستوي تفقد الطير. طيب ما يستوي تطلع بروحك وانت طفل وما انت واعي. ترى انا اشتريت هذا الكتاب الحين بتعلم منه، من هالكتاب بتعلم. ممتاز. عمري 10 سنوات، ابغى اصبر 3 سنوات عشان ابدا. ما تطلع. معليش انت ما تقدر بعمرك 10 سنوات. ما يستوي والله. ما اعرف انا اشوف شخصيا انه ما يمدي طفل يطير طيران حر لوحده، لابد يكون معاه اشراف من واحد طيران يعني. ما
مو بالطيران الحاله اي شيء الاعمار الصغيره لازم عدا مثلا المستوى الاول هنا ممكن انا اتفق معك على هذا الكلام يبغى لك تفتح نادي ليش لا والله ليش لا احنا هوايتنا مشكلتها ان الساعه بادئه ولا المفروض في نوادي وفي كل شيء ممكن يعني شوف يا ابو خالد عشان بس ما نطول ممكن يعني مثلا تقتصر على فئه الشباب فما فوق فما دون ذلك يفضل مرافقه شخص بالغ معه كذا يعني انت في امكانك انت تبتدي شو انت داخل العمر وين داخل العمر في امكان داخل العمر ان على فئه الشباب وما تقدر لا لا عمر معين كذا ما اتذكر اني كتبت عمر كذا لا هي المقارنه اليمين مكتوب هوايه مناسبه لجميع الهواة من اي فئه عمريه طيران داخلي الخارجي تختصر على الفئات فئات الشباب فما فوق كذا هنا ممكن اللي يقصد ابو خالد اوكي بعد ان شاء الله صبر خلينا بنوصل قدام بنطلع الحصه زين بعدين لا شرط توفير المواصفات معينه في شخصيه المربي او تقديم تنازلات اي تاء هني الحين الرقم 10 الأول لا يعني لا يشترط توفر مواصفات معينة في شخصية المربي أو تقديم تنازلات قاسية كلمة قاسية هني شوي صح يعني شوية تشوفها يعني تعرف مو بداخلين حرب يعني قاسية إيه وأنا هذه ضاربني عليها برضو الكلمة هذه ضاربني عليها أحد الأحبة اللي أبو عمر إيش فيه على مثلا حتى هني بالنسبة للطيران الداخلي الطيران الخارجي على المربي أن يتنازل عن الأشغال المسائية وأن يكون إنسان نهاري كيف يعني؟ أنا أقول لك يا أبو هذه شوف هذه من إحنا كمجتمع هنا أنا ما أعرف هذه حددتها على المجتمع السعودي للأمانة يعني يا حبيبي المجتمع. نحن الكتاب عالمي أيوه معلش أنا هذه حددتها للمجتمع السعودي لأنه هنا متعودين عندنا على السهر أنتوا كتاب بس يعني حقوق الطبع بس للسعوديين؟ لا 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 كله للعالم إذا السعوديين قولنا على أساس نخليه يعني لا لأي ناطق بس هو للأسف يعني الكاتب سعودي شوية عقلية الكاتب صغيرة محدودة يا أبو خالد يبغى لك ترايها لازم أنت تعددها يعني كذا تجي تغزي الكاتب أنصرية عنده لا لا والله بس يعني لا من المجتمع عندنا يا أبو خالد فعلا عشان المجتمع عندنا للأسف يعني متعود على موضوع السهر والشباب والجلسات وكذا وانه يخرج طيب انت عندك طير في الصباح احنا كهواة الطيران حل الجميل في هوايتنا انه فيها شيء يجبرك على إدارة الوقت يجبرك على تحسين إدارة الوقت يجبرك على انه يكون وقتك منتظم وقتك كذا فهذه انا قاعد انوه للقارئ انه والله انت راعي سهر راعي فلات انتبه ما حتنجح ممكن تواجه فقدان اكثر هذا اللي اقصده يعني التفصيل واضح افضل اوقات الطيران خصوصا في فصل الصيف اول نص ساعه ساعه من النهار بعدها يكون متعب مجهد الطير وحتى انت بعد برضه وبرضه ايوه نفس النقطه هذه اللي ذكرها ابو وليد انه ترتبط بعد الفجر مباشره وان يتحلى بصفات قياديه كالصبر والوعي والاصرار والحنكه في اداره امور شو دخل هذا الحين تهور ليش قائد انت شوفها عسكري شوف ابو خالد هذا مو صحيح الكلام هذا صحيح ولا مو صحيح في ناس نفس يخرب عليه هذا الطار الطير راح وقع هناك خربوه مطلعه كامله عاوز يسوي به صدق وفي ناس يا ابو خالد والله صدق في ناس معليش انا اسف يجي يضيع الطير خلاص انتهى ضاع الطير يلا نرجع البيت يا شباب ايش نرجع البيت يا شباب شوف انا سويت التنتين على حسب سويت التنتين طير طيرته كذا وز راح السلام عليكم حتى من ابو احمد السلام ورحمه الله وبركاته شدت انتباهي هذه النقطه صراحه وحبيت ادخلكم فيها شوي تفضل وخصوصا هذه الملاحظه صحيحه 100% انا اشوفها من وجهه نظري لان في ناس ما عنده الصبر يعني مجرد ما شاف سلوك معين من الطير بيضرب الطير بيصرخ على الطير بيعمل يعني اشياء ما بيتحمل ابدا فهذه الملاحظه ممتازه جدا انا اشوفها من وجهه نظري زين يعطيك العافيه نايف يا حبيبي كمان اللي يقصده ابو خالد كمان
يعني من هذا الموضوع كمان الله يعطيه العافية نايف نبهني الموضوع التهور. واحد عجول دحين خلاص أنا وصلت أبغى أطير أطير دحين، ممكن طيرك ما يبغى يطير طول الجلسة عادي، ترجع وأنت ما طيرت الطير يزعل أنا ما طيرت الطير، يبدأ يرميه 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 لين يجيب العيد. فأنا أقصد إنه يعني أيوة أنت تبغى طيران حر، أنت شفت الشيء هذا عجبك ونفسك تسويه، أيوة لابد تتحلى تتحلى بالأشياء هذه عشان توصل للمواصيل هذه اللي أنت تشوفها. أنت اكتب هني شو مثلا أن يتحلى مثلا هذا، بس بدون كلمة بصفات قيادية. أنت تعرف صفات قيادية شو يعني؟ صح ممكن هذا مبالغ فيه. صفات قيادية بطلع لك 50,000 شيء. زي تحلى بالصبر. الصبر والوعي. حتى الوعي وعي بشو؟ الوعي ب... ب... الوعي ب... أنا إذا سويت كذا حيصير كذا. أنا إذا سويت زي كذا حيصير زي كذا. أنا عندي وعي عندي إدراك. مو يا أبويا خليني أرمي ويلا على الله وبالله إيش ما تصير، خلينا نشوف نجرب يلا نجرب. فيه هذا اللي أقصد إنه يكون إنسان مطلع ما يحب يروح يزاول شيء وهو على أي. عماه. وعي بشو؟ وعي بتفاصيل الأمور هذه حقة الطيران. أمور أيوة. زي إدراك. الوعي إدراك. ايوه بالضبط. اي واحد بيطلع عنده الادراك هذا انه ممكن يضيع ممكن كذا، ما اتوقع ان واحد بيروح هناك ضامن مره اني رايح الشاهد ممكن اوكي ما عليه. انت شوي وضحها شوي هاي يعني ضيف لك كلمه بعد وعي طيب. مخاطر الطيران، وعي بامور الطيران، المهم اربطها بشيء. حلو بمخاطر الطيران صح. هو الحنكة هذه وقت ما تصير، وقت ما تصير المصيبة تكون ما تبكي. في ناس يبكون يا أبو صالح أبو خالد، والله في ناس يبكون. هذا اللي يبقى سطرة. شو شو معنى الحنكة؟ هذا الإنسان محنك محنك في إدارة الأمور، يعني مثلا إيش يقول هذا الإنسان محنك. عشان تكتب الكلام هذا أنت وش قاري وش متابع سرعة التصرف. مثلا عنده سرعة التصرف قادر يتصرف على طول. أنا فهمت قصدكم. أيوة أنا فهمت قصدكم في النقطة هذه، بس إن شاء الله أنكم فهمتوا قصدي. بس أنا يعني أيوة ممكن أقصد أنه يا أبو خالد انه يكون انسان هادي. وقت ما يضيع الطير ما يبكي. ما هذا انت خلي الكلمات الرنانة، اختار الكلمات اللي مقبولة ومفهومة عند الكبار والصغار. هذا الكتاب بيشتري واحد صغير بتقول له تكون صفات قيادية الحنكة، الصغير ما يعرف شو يعني الحنكة. يا ابو خالد انا ما ابغى الصغير يا حبيبي. شوف هو ما يبغى الصغير يطير، حنا كاتب شباب وفوق. ايوه من جد والله انا ما ابغى الصغير يطير. يا كابتن انت ما بتسوي، شوف انت ما مسوي شيء مثلا، لو مسوي كتاب مثلا في موضوع علمي في مثلا في الاعصاب خلاص ما حد بيشتري الا واحد مهتم في هذا. اما انت هذا الكتاب الحين المجال هذا كبار وصغار مهتمين فيه، فلا بد ان يكون متناول يعني. فهمت عليك أبو خالد، فهمت عليك. طيب حلو تمام. ما تدينا مصحتين. أنت تقول فهمت عليك ومن هناك لا ضارب كل شيء بعض الحياة. لا والله لا لا أنا هرجع أشوفه بالنسبة لهذه الملاحظات الجلستين هذه، هرجع إن شاء الله أستمع لها عشان أعدل النوتات اللي أنتوا قلتوها أبو وليد الله يجزاه خير، أبو خالد، كل الشباب اللي ذكروا برضو أي ملاحظة أبدأ إيش أشتغل عليها يعني، وإن شاء الله أرجع لكم بالفيدباك إن شاء الله. الناس اللي ناقشتني أرجع لكم بالفيدباك إيش اللي صار وإيش اللي تعدل يعني. بس هذه لازم عشان ما نطول هنا في الجلسة، فلازم لها هذه بعدين خلاص. لا دحين ساعتين يا أبو صالح أبو خالد عدين. اللي المام بوسائل السلام والرأي بمقاطع وتحمل مسؤولية السلام الحكي بين وطير قد تدربها أي شخصية. ربي معنا.
توافق ميول المربي مع نوع الببغاء ومعرفته التام. ميول ميول يا ولك العمر ميول اللي عندك تنشط ببغاوات غرائز وسلوكيات خامدة تجعلها تكون شخصية تنشط في بغوات غرائز وسلوكيات خامدة تجعلها تكون شخصية أقوى تفرضها على من حولها فيصبح المربي في أغلب الأحيان أكثر من مجرد بعمر هذا نقاط الترقيب الظاهر ايش اسمه شخصيه ببغات اي لا مو شرط هذه على فكره ابو خالد انا تعلمتها منك وبعد كذا دققت فيها بعد ما تعلمتها منك دققت لاحظت قلت لقيت انه فعلا هي صحيحه والله تمام اوكي هي صحيحه بس انت صياغتها ني شوي بتعيد يعني نعيد تنشط البغبه في البغاوات غرائز وسلوكيات خامله تجعلها تكون شخصيه اقوى تفرضها شخصية تفرض على من حولها زين فيصبح المربي في أغلب الأحيان أكثر من مجرد صديق بل شريك ويعد الباقي منافسين على هذا الشريك وقد يصبح عدائي معهم تمام بس أنا حتى هذه مقارنة المشكلة جدا المقارنة هني في معلومتين داخل هني الحين في شيئين ما بشيء واحد فأنت صغت بصياغة أن كنا واحد يعني شوف أوكي. طيران طيران خارجي الصفات الخاملة يتم يظهرها هذا معك دين صح وتجعلها تكون شخصية تظهر السلوكيات هذه شخصية الطير هذا يقوى عناد يزيد واوا إلى آخره فيصبح المربي بس قوة أو ظهور السلوكيات هذه مو بس إن يتخلي المربي أيوة صحيح إنه هم يصير شريك أيوة فهمت عليك أيوة مو يعني أشياء ثانية أيوة هي مب هذا اللي فأنت هني بتشوف للصياغة يعني أنا التدقيق اللي عندي أتحط في جدول مقارنة تقول هنا يسوون كذا وهنا لا أنا أشوف الاثنين كلهم نفس الشيء السلوكيات تنشط على حسب نظامك مع الطير أو تعاملك مع الطير هذا زين يبدأ بالطبع. يبني علاقة مع ثمان صداقة إلى شراكة إلى آخره زين نفس مسألة العداوة مع الناس أو الناس الثانيين اللي بيشوفونك كمنافس وكذا تصير اللي موجود في الأسر اللي ما جرب طيران حر وتصير بالأداء وغالبا ترجع على نظامك في التدريب فهي ما أشوف أنا مقارنة لا هو نفس المفهوم يا أبو وليد من فين من أي ناحية من أنه أسلوب الحياة برا البيت يحتم أنه يكون هذا الببغاء أقوى في علاقة أقوى من لما يكون في البيت ما حيكون في ما حيكون في حوادث ما حيكون في أشياء كثير ما حيكون في متغيرات كثير الروتين واحد هم أهل البيت اللي يدخلوا هم الأشياء اللي يدخلوا هم مدري مين برا لا كل شيء متغير معلش بس برضو الطير اللي موجود في البيت هذا عرفت يكون كأنه داخل مجتمع هو يرى نفسه داخل مجتمع هو بالضبط بس المجتمع هذا طيب بالنسبة محدود بالنسبة للسلوكيات المجتمعية بين مجتمع مثلا الطيور أنت تعرف يجي مثلا هذا قائد هذا أقل درجة زين هذا يعني على مسألة اختيار الشريك ما اختيار الشريك يكون الأقوى الأفضل بدلها عرفت نفس الشيء يحصل مع الطير اللي موجود داخل البيت تلقاه يحدد الأشخاص عندك 4-5 من عيالك زين والطير أنت مربيه تلقاه يضرب هذا ويضرب هذا وهذا لا هذا بس مهما كان يا ابو وليد مهما عرف. كان ايوه انا عارف هذه نفسها في تسلسل هرمي حق القياديه موجوده هنا وهنا فاهم موجودة. عليك فاهم عليك بس نفسها هذه يا ابو وليد نفسها نفس موضوع انه مثلا الحذر موجود عند جميع اصناف هذا برضو حتى هنا موضوع اللي هو
العلاقات هذه موجودة هنا داخل البيت وخارج البيت، ولكن مهما كان داخل البيت خارج البيت، واحدة جولة برا البيت الطير يتعدل نفسيا، يصير له أبجريد. زي عارف في البشر، البشر لما واحد يكون طول عمره عزوبي مثلا، خلينا ناخذ مثال يعني تشبيه، هذا يكون طول عمره عزوبي يعني، يكون مثلا طفل شاب فإنسان بالغ فرجل، في مراحل عمرية تعدي على حياته، طالما هو أعزب، طالما هو أعزب مثلا فهو في نوع معين من الحياة، لكن بمجرد ما يتزوج سبحان الله يصير أبجريد برضو لتفكيره لدماغه لأشياء، وهذه كلها تصير فيه تفكير بمجرد أنه انتقل من أعزب لمتزوج. في نفس يعني خلينا نقيس هنا، طالما الطير داخل المنزل، داخل المنزل فهو في جميع الأحوال في داخل هذه الحلقة، ما خرج برا، ما تعرض لأبجريد. يعني ممكن يتطور، ممكن يصير فيه تطورات، ممكن يكون فيه مدري إيش، بس لا يزال ما في أبجريد. هنا أنت لما تطلع بالطير برا وهو يطير برا كذا ويتمتع بكامل الغرائز السلوكية اللي الله وهبه عليها، يقول لك شكرا يا أبو الشباب، تعال الموضوع مو زي أول. أبو عمر أنت سويت حين هني، سويت نوع من اللبس. أنت اختزل أن تغير السلوكيات في الطيران الخارجي تعطي نتيجة واحدة، اللي هي أن علاقة الطير تقوى بالمربي أكثر. أنت حين هاي، أنت حين اختزلت هذه، يعني في أشياء فوق اختزلت في شيء واحد، مع أن هذا اللي فوق نتائجه مو بس هذا، في عدة نتائج. والغرض من ذكر المعلومة هذه هني ان يا مربي، انت عندك طير داخل البيت، التعامل معه، علاقتك زينه معه، بيكون هادي ويسمع الكلام ما بعنيد، ولكن اذا بديت مع طيران الخارجي واستمريت معه ونقلته من مواقع لمشتتات و هذا الطير يبدا سلوكه يتغير، يبدا يزيد عنده شويه العناد، يبدا شويه يتم هو يكون معتمد على نفسه أكثر مما اعتماده على عليك في البيت. هني هو يأخذ قراراته، أنت تخليه هو طير يأخذ قرارات، هني لا، هني قراراته محدودة، فبالتالي هني يعتمد على نفسه. هني برا إذا حصل، إذا واجه خطر بيجيك أنت كأمان. فالغرض من ذكر أن تنشط في البغبغاوات غرائز وسلوكيات خاملة تجعلها تكون شخصية أقوى، تفرضها على من حولها، فيصبح المربي في أغلب الأحيان أكثر من مجرد صديق. أنت اختزلت هذه، أيوة. اختزلت كامل التصرفات في هذا التصرف فقط، اللي بيقرأ هذا بيقول ها خلاص أنا بطير برا أساس يستوي علاقته أقوى معي أنا. أيوة فهمت عليك. هنا بالوليد يقول لك أن أيضا العلاقة داخل صح، ولكن هني انت تبغي تقول حق هذا ان يا حبيبي انت اللي مقدم على الطيران، هذا الطير اللي يشوفه هادي داخل البيت من الطلعه برا يمكن سلوكياته تتغير، فانت لا تستغرب، لازم تتقبل السلوكيات هذه اللي بتحصل في الطير اول ما تبدا طيره برا، وكل ما انت الطيره في مستويات مختلفه هذه السلوكيات ايضا بتزيد. فأنت الغرض من هذا أنك أنت تأهل المتلقي أنه يستقبل أو يستوعب هذه السلوكيات اللي بتحصل في المستقبل. أنت عندك طير أو الشباب الموجودين، يوم بدوا الطير يوم أول ما يبو صغير يسمع الكلام ولعوب وكذا، في المستوى الأول داخل بيت يوم يدر بعد من بدأ يطير في مستويات مختلفة ما بين البنايات ما بين كذا، السلوكيات اختلفت. فأنت اختزلت الكامل هذا في مفهوم أو في نتيجة واحدة، وهذا اللي بالضبط، وهذا اللي خلى أبو وليد يقول إنه لا هنا هذا أنا حتى في البيت نفسه. أيوة فهمت عليك. أنا حنفصل هذه النقطة عن هذه النقطة عشان تكون واضحة.
انه فعلا كلهم الاثنين ايه، بس اللي برا غير، اللي يطلع برا غير. طيب نكمل ولا نوقف؟ انا هنا ابغى اوقفكم شوي، تبون نوقف احسن نوقف؟ انا اشوف ان نوقف مستقبلا، يعني نحاول نركز على نقاط معينه في بدايه النقاش، يعني على اساس انه نمشي بسرعه. انا احس ان عندنا نفس المشروع اللي اول الحلقه الاولى. انا بحاول بسيطة. انا اشوف اول شيء يا اخي لحد الان تدري الصح، اصبر دقيقه بس، انا اقول تدريب على الطيران حر صفحه كم؟ صفحه 11. احنا كم الحين؟ صفحه 11. يعني الزبده اللي المفروض ندخل فيها اللي تختص بالكتاب او زبده الكتاب فانا ما بدنا فيه، احنا تو ما بدنا فيه. بالضبط. فالبروجريس كذا مره مطول. انا ما اقدر اقول لكم ولا شيء خلاص، يعني انتم اصحاب الحفل، يعني والله بيض وجيكم جميع. اي والله بيض الله وجيكم، ما ادري ايش اقول لكم الخيار. نقفل هذه خلاص الحين. ابو خالد عندك قول ايش؟ اظن ساعتين كفايه. كفايه جدا، جزاكم الله خير. بتشوف بس عندكم وبيض الله وجيكم على الجامعة الطيبة، وان شاء الله لنا لقاء ثالث اتوقع، وان شاء الله يكون ختامي. ان شاء الله والله اتمنى ختام ماشي بخصوص هذا الموضوع. لا ان شاء الله انا بحاول الخص اللي فات واكتبه كذا واسرده وارسل لكم هو مكتوب، بحيث انه يكون القادم اسهل في النقاش. الله يعطيكم العافيه جميع. خالد تبي تقول شيء؟ هذا يقول ختام مستحيل، ختام ابو خالد بدا يبلش. تعرف انا هذا قارنا كم مره؟ يمكن ولا اربع مرات، وكل مره ازيد في شيء. وكل اكيد كل ما تقرا لازم تطلع لك اذا بس في جدول المستويات. يمكن في 23 نقطه. وينك؟ لا والله انا كاتب كثير صراحه، نفس الشيء المستويات يعني. هذا في صفحه كم جدول المستويات؟ شوف هو الغرض من هذا ابو عمر، يعني مو بنا والله نبغى نطلع ابو عمر او نراوي الموجودين ان نشوف نحن شو، لا لا الغرض مو كذي، الغرض ان هذا يعني هذا مجهود انت بذلت فيه، مجهود هذا كل ما تضيف فيه اشياء وتصلح فيه تنقح فيه اشياء كل ما يكون افضل. يعني في طبعة ممكن بتسوي طبعة الاولى بعدين تسوي طبعة ثانية مناقحة وانت ساير، تفهم؟ فهني ممكن انت ممكن احنا نجاملك بك والله ما شاء الله زين الكتاب فنان ولا عليك توكل احسن كتاب و تصير تطبعه، من تطبعه تحصل 50,000 واحد ينتقد. ليش؟ لا على هذا السبب ولهذا السبب انا وما بنا والله ولا تحط في بالك، يعني ولا حد من الموجودين يحط في بال ان هذا والله انتقاص في بعمر ولا انه في لا ليش سوى، لا 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 احنا كلنا هني موجودين على اساس بس هذا هذا الغرض يعني، وما بين شيء ثاني. مشاركة الخبرة والتجارب وهذه كلها. بالعكس. تيجي تسوي هذا ما بسهل. يعني تيجي تسوي هذا ما بسهل يعني. صحيح. إيه والله، وإنك برضو كمان يعني تدقق بهذا الوضع برضو ما هو سهل، وإنه نجمع الشيء الصحيح هذا برضو يعني شيء تشكرون عليه جميعاً. أنا قد ما أتكلم ما راح أوفي لا دحين ولا بعدين ولا أي شيء، الناس اللي قاعد تحضر عشان الكتاب ودايم كذا أنا ما أقدر ما فعلا كذا ما أقدر أوفي كلام في لا هنا ولا في بوست ولا برا ولا إذا شفتكم ولا أي شيء. بولوليد يقول خلال الجلسة هذا بولوليد كريس هذا مسوي من 2015 او ماذا 2014 مسوي كتاب لين الحين ما طلعه، وكل يوم ينقح فيه ويزيد
أكيد أنا عارف أن كل كلمة أقولك أنت لك تجربة وأنا لي تجربة وأبو عمر له تجربة. أبو عمر طرح تجربته هنا، أنا عندي تجربة قاعد أضيفها هنا وقاعد أناقش فيها، وأنت عندك تجربة. لابد كل كلمة تبي تقعد تفصلها.